بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده وتغطيه خاصه. قلنا من امبارح ان احنا هنكون موجودين مع حضراتكم من الساعه 12 منتصف الليل دايما في بطوله الامم الافريقيه، وتغطيه خاصه واقوى محللين موجودين في مصر. نجوم مصر النهارده هيشرفوني وينوروني. عميد لاعبي العالم كابتن احمد حسن، اسم كبير جدا في عالم كرة القدم، حدث ولا حرج عن إنجازات كبيرة جدا جدا، هيكون مشرفني ومنورني النهاردة عشان نتكلم في الرؤية التحليلية لمباراة مصر وزيمبابوي. أيضا هيكون مشرفني ومنورني كابتن زكريا ناصف، نجم النجوم ونجم النادي الأهلي ونجم نادي الزمالك ونجم أيضا كمان منتخبنا الوطني. هنتكلم في أمور كتيرة جدا جدا تهم حضراتكم. منتخبنا الوطني بيستهل مشواره بفوز صعب على زيمبابوي بهدف دون مقابل. تعالوا نشوف مع حضراتكم الهدف وبعدين نبتدي نتكلم كده في الاجزاء اللي ليها علاقه بالرؤيه تبقى عامله ازاي. منتخب مصر والهدف زي ما حضراتكم ما تابعته وشفته سجل عن طريق تريزيجيه، كوره ما بين تريزيجيه وايمن اشرف. تريزيجيه قدام حضراتكم على الشاشه اللي هو باللون الاحمر المفروض، والاصفر ده المدافع بتاع منتخب زيمبابوي. بيعدي تريزيجيه وبيجيب واحدة من الأهداف اللي فترات طويلة جدا جدا كان نفسه يجيبها ولم يسجلها. أقف عند اللحظة دي كده عشان أوري لحضراتكم المشهد كان عامل إزاي في الملعب في توقيتها على طول. أول لما تريزيجيه كان بيسجل الهدف هتلاقي أنه الكرة دي تريزيجيه على مدار سنين كتير عملها او حاول ان هو يعملها ما كانتش بتظبط معاه. المره دي ظبطت رغم انه كان في مجموعه من المدافعين. اذا رجعنا ورا كده شويه بالشوط لورا هنشوف انه كان في غابه من المدافعين. تعامل تريزيجيه بشكل مميز جدا جدا مع الكره، وايضا كمان في ظل تواجد للعيبه منتخبنا الوطني محمد صلاح، مروان كان موجود في مكان مميز، ايمن اشرف فاتح له الملعب من ناحيه الشمال. التعامل بتاع تريزيجيه مع الكره ديت، اذا انا وقفت كده وجبت لكم الصور دلوقتي من الملعب بقى او صور اللعيبه كامله في الملعب هنشوف التحركات كانت عامله ازاي بتاعه لعيبه منتخبنا الوطني وايضا لعيبه زيمبابوي في الجزئيه ديت. اللي عايز اقوله منتخب مصر بيسجل هدف من البداية وهدفه بثلاث نقاط. طيب ماذا عن الأداء الفني؟ خلينا نبقى منصفين وأمناء. احنا اتفقنا مع بعض انه هنقول كلمة الحق. أداء منتخب مصر اليوم لم يكن بالأداء المطمئن، هو مكسب ومهم وبثلاث نقاط وضربة بداية، لكنه دايما هتحمل قدام عينيك انه هل الاداء ده هو اللي يكسبني بعد كده الماتشات اللي في دور الثمانية؟ هو ده الاداء اللي هيخليني اخد البطولة؟ اكيد اكيد مش هو ده الاداء، لكنه دايما بنعول على فكرة التدريج، انه واحده واحده اداء منتخب مصر، ادي اللقطه اللي كنت بقولها لحضراتكم، واحده واحده اداء منتخب مصر هيتحسن، لانه الشوط الاول واول شويه اول تلت ساعه من الشوط الاول كان الاداء مميز. بص هنا ده كان الموقف بتاعت لعيبه منتخبنا الوطني بالصور قدام حضراتكم على الشاشه. اذا حركته لكم بالفيجوال بقى هتشوفوا التحركات بتاعت لعيبه منتخب زيمبابوي وازاي كانوا بيتعاملوا مع تريزيجيه في الحته ديت. تريزيجيه استخدم المهاره الفرديه اللي احنا كنا بنتكلم عنها، انه لازم يبقى عندك حل فردي، وده الحل الفردي اللي عول عليه تريزيجيه، وبالتالي كان تسجيل الهدف اللي حضراتكم شفتوه خلال اللقاء واللي بعرض لحضراتكم منه اللقطه اللي قدامكم. تريزيجيه، ايمن اشرف، مروان محسن، واللي لحق له اكتر من فرصه في بدايه المباراه وكان من الممكن كمان انه يسجل منها. صلاح برضو حاول وجات له اكتر من كوره. الموقف الدفاعي والموقف الهجومي والامور الفنيه كلها هنتكلم فيها ونتناقش فيها مع كباتننا في الاستوديو التحليل. طيب ده شكل الهدف علشان حضراتكم تكونوا معانا في الصورة. طيب ماذا بقى عن ما هو قادم؟ هي دي الجزئية اللي احنا دايما بنتكلم فيها. ما هو قادم؟ هو بالضرورة يرتبط بتحسن الأداء تدريجيا. عارف انه الناس كلها واحنا كويرة لعيبة كورة كلنا، واللي ما بيلعبش كورة بيفهم في الكورة، وقلنا وهنفضل نقول انه الأداء بتاع منتخب مصر او الكورة في حد ذاتها هي حاجة ممتعة. الكورة متعة، والكورة كل الناس تفهم فيها، لا كيمياء ولا فيزياء. فهل الأداء مطمئن؟ لا مش مطمئن. لا كيمياء ولا فيزياء. فهل الأداء مطمئن؟ لا مش مطمئن. لكنها ضربة بداية كويسة إنك كسبت، كويسة إنك معاك ثلاث نقاط، لكنه مش ده وبس. عايزين نحسن الأداء، عايزين نشتغل أفضل، عايزين نشتغل أحسن، خاصة وحط تحت كلمة خاصة دي بقى 600 مليون خط. إنه النهاردة كل حاجة كانت جميلة. النهاردة كان يوم من أجمل الأيام على مستوى القارة الإفريقية وعلى مستوى هذا البلد مصر، اللي الحقيقة شرفنا وكان بيملأنا فخر كبير جدا جدا.
واحنا بنتابع حفل الافتتاح. خلونا اقول لكم بامانه، المصري مفيش زيه، والمصري لما بيحط حاجه في دماغه مفيش زيه، ومحدش بيعرف يغلبنا ولا 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 يقهرنا ولا يعرف يعمل معانا اي حاجه طول ما احنا بنفكر صح، طول ما احنا بننظم نفسنا. حفل في منتهى الجمال، يكاد يكون هو الحفل الافضل في كل بطولات امم افريقيا قاطبه حتى الان. شكل ايه واناقه ايه وتحس انه هو ده اللي يليق بمصر يا جماعه. والله لما بنطلع على الهوا هنا ونبقى متضايقين ونقول يا جماعه الماتش ده ما ينفعش، ارضيه الملعب دي ما تنفعش، الشكل ده ما ينفعش، ما عندناش اي مصلحه. لما النهارده بنطلع نقول هي دي بقى، هي دي بلدنا، هو ده اللي احنا نعرفه عنها. اما طلعت ساعه المباراه بتاعه الاهلي والزمالك بقيت اقول على الهوا هتجنن، اقول لهم يا جماعه اللي واخدين يا اللي فاكرين ان دي مصر، لا دي مش مصر، دي مصر بقى، دي مصر بقى، دول ولاد مصر بقى، دول اللي يعرفوا ينظموا ويطلعوا حاجة حلوة وتقف وتفتخر بيها وتبقى مبسوط وحاسس بمصريتك وعارف قد ايه، لانه احنا عارفين نفسنا. مصر فيها كوادر وفيها عناصر بشرية مميزة، بس احنا امتى بنشتغل؟ لما بنكون عايزين نعمل حاجة بنعمل حاجة. تحية شكر وتقدير للكل، من اكبر شخص لاصغر شخص في مصر بذل مجهود، من هم خلف الكواليس ومن لا نعلم اسمائهم، كل من ليس له اسم معلوم لدينا هو بطل في أعيننا جميعا. كل من بذل مجهود ولو كان برصف طريق ولو كان بطوبة اتبنت أو اتحطت في صرح استاد القاهرة هو على الدماغ من فوق. اللي شفناه النهاردة هو فخر للكل. كل جماهير كرة القدم المصرية النهاردة اللي راحت استاد القاهرة حست بالفارق قد إيه، حست بحالة التطور. الناس قالت لك هنروح من الساعة واحدة والاستاد هيتقفل 6:30، طب من بعد 6:30 هنعمل ايه؟ لقوا كل حاجه بقى في الدنيا مسليه، يقدر يشتري تيشرتات، يقدر ياكل ويقدر يشرب ويقدر بصوا فعلا انت رايح تتبسط، فعلا انت رايح تشوف حاجه جميله. والجميل الحفل فعلا، وكلمه اسطوري هو فعلا حفل اسطوري. بصوا دي جماهير مصر، وده استاد القاهره، الاستاد الرعب، استاد اللي بيزلزل اي حد، يخوف اي حد. اللي احنا شفناه النهارده ده والله 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 يشكر عليه كل شخص. عايز اقول لكم ان دول كتير جدا جدا بتاخد وقت طويل علشان تعرف تنظم بطولة من البطولات. انت بتتكلم في 4 شهور، انت بتتكلم في 4 شهور، ده رقم ما حصلش قبل كده. اللقطات اللي انتوا بتشوفوها دي 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 لقطات مهمة جدا. الاسرة المصرية اللي رجعت تاني نشوفها في الملاعب وفي الاستادات، ده اللي احنا عايزينه، ده اللي احنا بقى بنتكلم فيه بقالنا فترة، انه بطولة الامم الافريقية، هذه البطولة ستكون فاتحة خير بمشيئة الله على كرة القدم المصرية. وهذه الروح اللي احنا شفناها على مدار اليوم بالكامل، مش محتاجين احلى من كده، وما كناش محتاجين افضل من كده. دايما احنا ناس، والمصريين هتلاقيهم عندهم الحتة ديت، اول ناس تنتقد نفسها اذا حصل خطأ ما، اول ناس تنتقد نفسها اذا التنظيم ما كانش كويس، اول ناس تنتقد نفسها، لانه احنا من جوانا عارفين الصح فين. النهاردة ما في مصري الا وفي منتهى السعادة وفي منتهى الفخر واحساسه انه الصور دي كلها اتصدرت النهاردة للعالم. العالم اجمع النهاردة شاف هذا التنظيم المميز، شاف حفل الافتتاح المرموق المحترم اللي يليق بمصر واللي شبه مصر وشبه افريقيا، بيحكي عن الحضارة، بيحكي عننا. وحتى الاغنية اللي احنا اتكلمنا فيها اغنية منمقة ومنسقة بشكل جيد وتتحدث بكل لغات القارة السمراء. اذا لم يكن اليوم يوم عادي على الاطلاق بالنسبة لمصر، لم يكن يوم عادي على الاطلاق بالنسبة لكرة القدم المصرية. هذه نقلة نوعية، ولمن يعلم علينا الاستفادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، من الصورة ومن الجمال بتاعها ومن الشياكة بتاعتها. مرة تانية ومرة تالتة تحية تقدير لكل من ساهم وكل من بذل مجهود في حفل الافتتاح وتنظيم هذه البطولة. متابعين، ولو تفتكروا احنا قلنا من اول مرة خالص، من ساعة ما شفنا اللقطات بتاعة القرعة والاختيار الموفق، عرفنا انه في دماغ مصرية بتفكر، انه قرعة بطولة الامم الافريقية اتعملت عند سفح الاهرامات بشياكة وبأناقة وبحضور مصري مميز، وكان موجود كمان بيسحب القرعة واحد من نجوم كرة القدم المصرية، عميد لاعبي العالم اللي بالمناسبة النهاردة مشرفني ومنورني الكابتن أحمد حسن. كل حاجة كانت حلوة من البداية، والنهاردة كمان
كل حاجة ماشية كويس. هل الأداء الفني بقى والكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده بقى مهم؟ اه مهم. عايزين الأداء يتحسن؟ اه عايزينه يتحسن. عايزين منتخب مصر يبقى أفضل من كده؟ اه، لأن احنا النهارده تحس الشوط التاني مخضوضين، التغييرات تحس انها ملعبكة شوية، مش دي أحسن تغييرات. الجزء الأولاني من الشوط الأول حاجة، وبعدين الشوط التاني حاجة تانية خالص، تحس انه في حالة من حالات القلق، اللعيبة بدأت تتوتر، وبدأوا كمان تفكيرهم في الملعب يقل شوية من حيث الاستحواذ على الكرة. بدأت تحس ان زيمبابوي دخلت الماتش وتهددك، ونتيجة 1-0 هي واحدة من اكتر النتائج اللي يعني تضايق، لانك ممكن في اي لحظة لا قدر الله كنت تتضرب جون، تبقى الليلة تضلم عليك. الفرحة اللي احنا كنا بنتكلم عشان نبقى امنا، يعني الفرحة اللي كنا بنتكلم عن التنظيم وجماله وحلاوته كانت هتتظلم، هتتظلم فعلا، يعني كانت هتتظلم تحت وطأة النتيجة بتاعت المباراة. لكن ربنا كان رحيم بينا انه احنا كسبنا اللقاء ده، ربنا كان رحيم بينا انه احنا كسبنا اللقاء ده واحنا لم نكن في افضل حالاتنا. ومهم ان احنا نقول كده يا جماعه، ومهم نقول انه ده مش احسن حاجه عندنا، عشان اكيد ده مش احسن حاجه عندنا، ده رقم واحد. وعشان احسن حاجه عندنا تيجي، لان احنا لو قلنا للناس ده شيء عظيم واحنا ناس كذابه، انا هبقى راجل كذاب لو قلت كده، والناس اللي قاعده قدام التلفزيون هتقول لك ده راجل كذاب بيقول اي حاجه، كان بيتفرج على ماتش تاني. احنا ادائنا كان كويس في اول الشوط الاول، تراجع شيئا فشيئا. الشوط الثاني زيمبابوي هددونا واكتر من فرصه، لكن اعول على عده نقاط، انه ممكن تكون اللعيبه شويه حست انه الماتش سهل من الاول، انه الماتش سهل، انه الفرقه اللي قدامنا ما هياش الفرقه اللي تخض. ممكن يكون في عوامل كتير جدا، انه ده ضربه البدايه، عوامل كتير نفسيه وفنيه هنتكلم فيها ونتناقش فيها مع كابتننا كابتن احمد حسن والكابتن زكريا ناصف. اذا هذه ليله من الليالي المصريه المميزه جدا جدا. بعد الفاصل هتكلم مع حضراتكم في كل ما هو فني مع نجومنا الكابتن احمد حسن والكابتن زكريا ناصف. خليكم معانا، كلام في الكوره وكلام كله فني. كل اللقطات اللي جت في اللقاء هنحللها فنيا لقطه بلقطه، وهنتكلم فيها وبكل صدق وبكل أمانة. ما الذي يحتاجه منتخبنا الوطني لمباراته المقبلة؟ وهل هناك ما يدعو للقلق ولا لأ؟ هنتكلم في كل هذه الجوانب بمشيئة الله بعد الفصل اللي جاي. خليكم معانا في نمبر 1. أجدد الترحيب بحضراتكم في الجزء الثاني، وهو الجزء الفني، واللي بيشرفني وينورني أنه لأول مرة خلال هذه الفترة وخلال نمبر 1 أداء تحليلي مميز جدا من نجومنا اللي مشرفنا ومنورنا، واللي بشكرهم قبل أي حاجة لقبولهم الدعوة ولتشرفهم لينا ولتواجدهم معانا كباتن مصر ونجوم مصر كابتن زكريا ناصف. كابتن زكريا أهلا وسهلا بحضرتك ومنور الدنيا كلها. انت اللي منور يا هيما، انا بشكرك على الدعوه طبعا، وما ينفعش بقولكش لا، خصوصا لما يكون الصقر قاعد قصادي يبقى لازم اجي على طول. وحدث مهم، حدث كبير جدا، يعتبر عالمي مش افريقي، صحيح، فلازم نشارك فيه. صحيح. ايضا الحقيقه بارحب وبشكل كبير جدا بنجم مصر عميد لاعبي العالم اللي شرفني ونورني النهارده، واللي كلنا كنا فخورين بيه الحقيقه وقت سحب القرعه، وايده كانت خفيفه وايده كانت حلوه علينا، كابتن احمد حسن. كابتن احمد مشرفنا ومنورنا، ومره ثانيه بشكرك زي ما شكرت الكابتن زكريا ناصف لقبولك الدعوه ووجودك معانا. يا حبيبي طبعا ابراهيم، انا سعيد جدا جدا ان انا متواجد معاك، وزي ما قال الكابتن زكريا في حدث هو عالمي، حدث كبير طبعا. هنتكلم اكيد على الجو اللي احنا شفناه النهارده والتنظيم والاستعداد وعن كل واحد تعب في الموضوع ده، ولكن خليني اشكرك على انك انت رجعتنا تاني. صح. القعده الحلوه دي، التجميعه الحلوه دي، التجميعه دي طبعا يمكن بقالنا فتره طويله، رجعتني تاني اجهز والبس ومش عارف ايه، كنت مريح نفسي انا بقالي فتره طويله كابتن زكريا، ورجعنا تاني كابتن زكريا. ذكريات زمان. لا ما نستغناش عن الاستوديوهات والتحليل. لا لا طبعا اكيد. طب بس بالعكس والله، يعني لما نبقى سوا. بالعكس طبعا، انت عارف يا كابتن يعني العلاقه اللي بتربطنا ببعض كلنا، ويمكن احنا عشنا مع بعضينا سنتين
من احلى سنتين يعني بجد. فمبسوط يعني، انا حتى شفت الكابتن زكريا النهارده ورجعنا تاني وقعدنا ننكش في بعض. ايوه الاكس بقى اللي كان شغال زكريا ده بيتعمل فينا ايه النهارده؟ بالظبط بالظبط بالظبط. فيعني اكيد طبعا انا مبسوط وبشكرك على الدعوه الكريمه وبشكر قناه النهار على الدعوه الكريمه. ان شاء الله نتكلم مع الناس بشكل في الاول وفي الاخر اللي الناس عايزه تسمعه. صحيح. واللي الناس واللي زي ما انت قلت يمكن انت في الانترو بتاعك اتكلمت قلت هنتكلم الصح. ويمكن الحمد لله ما يميزنا انا وكابتن زكريا ان احنا دايما بنتكلم في كره القدم فقط لا غير، ما عندناش اي اغراض ثانيه خالص. النهارده الناس عايزه مجامله، احنا مش هنعرف نجامل، هنقول الصح وهنقول ايه المشاكل وهنقول ايه اللي لازم في الفتره الجايه ان احنا المنتخب ياخد باله منه، والامور الفنيه لازم هنتكلم فيها بشكل نساعد المنتخب فيه زي ما كنا وتعودنا ان احنا نتكلم دايما مع الناس بشكل صحيح. قبل ما اتكلم في الفنيات لازم اخد منكم تعقيب، رايكم ايه في حفل الافتتاح هذه البطوله؟ يعني بشكل خاص نسخه مميزه بالنسبه للقاره الافريقيه، شفت حفل الافتتاح ازاي من وجهه نظرك يا كابتن زكريا؟ هو بص يا هيما، من قبل الحفل الافتتاح البطوله واخده منحنى، كان في تقدر تقول صعوبات، كان في مطبات، اولها بان مصر قررت تاخد البطوله دي وتخش وتحل مشكله للكاف، لان الكاف كان عنده مشكله مين اللي هينظم البطوله، وبالتالي التحدي بدا من هنا. التحدي انك عايز تبقى ناجح من اول ما قلت انا هقدم علشان انظم البطوله. اطمنا خلال القرعه على ان في اللي جاي كويس، نتفاجئ ان احنا شفنا حاجه مبهره النهارده؟ انا في رايي لا، لان احنا نقدر نعمل ده بمجهود بفكر بتنفيذ، وبالتالي المقارنه باللي فات ممكن يبقى ظالمه، لان النهارده احنا كنا قاعدين مبسوطين. يعني مصر النهارده الناس مبتسمه سعيده لانك بتشوف بلدك في ودي متعه كره القدم يا ابراهيم، ان كره القدم بتنقل الحاله المزاجيه للناس بطريقه في كتير ما كانوش مقتنعين بده. وبالتالي لما نشوف افتتاح مدته قصيره ولكن كل فريم فيه انت قاعد مبسوط، وبالتالي البداية دي كانت مهمة قوي ان احنا نطمن على ان البطولة مش معمولة لنا، دي معمولة لافريقيا. صح، معمولة لافريقيا ومش معمولة لل 24 23 فريق، ده معمولة للفرق وكمان وجماهيرهم، لان في جماهير جاية، معمولة للاعلام العالمي لان في اعلام عالمي بيتابع البطولة، لان خلي بالك البطولة السنة دي او المرة دي فيها تغيير نوعي كبير جدا عن البطولات اللي فاتت. انت عدد الفرق زاد وبالتالي الدول زادت، بقت تتعمل 24 منتخب. بالظبط، بقت تتعمل في الصيف، كانت الاول بتتعمل في يناير. الصيف مختلفه جدا لان انت داخل على وداخل لا ولعيبه كمان في منتخبات كانت الاول في يناير بتبقى ما بتجيش بتلعب بالفول باور. فبالتالي هتشوف كمان مستويات فنيه للفرق هنتكلم عليها مع المباريات اللي جايه، وبالتالي البطوله دي هتكون ممتعه. صحيح. باذن الله. كابتن احمد، يعني انا بتفرج معاك على الماتش وحاسس احساسك كما لو انه يعني بطولات الكتيره اللي انت احرزتها مع منتخب مصر، و2006 دي اخر بطوله كانت عندنا، ودلوقتي 2019 دي اول بطوله، مشاعرك ايه واحساسك ايه وانت كنت بتشوف حفل الافتتاح ومع لقطات البدايه في اللقاء يا كابتن؟ والله بص، يعني طبعا شيء عظيم جدا، يعني كل حاجه على اعلى مستوى. خليني أأكد تاني يا هيما زي ما انت قلت وأكدت على الشكر لكل واحد، من أصغر واحد لأكبر واحد ساهم في إخراج الحدث ده بالشكل ده. شيء مبهر بشكل كبير. هتكلم على أحاسيس طبعا جوه الملعب، ولكن بتكلم على تنظيم والترتيب وهي يمكن فعلا هي بطولة مصر كلها، هي بطولة دولة. يعني دايما في السابق كابتن زكريا لو تفتكر كان دايما الاهتمام بيبقى اتحاد الكوره، الوزير الشباب والرياضه هو الاول، وزاره الشباب والرياضه هي اللي بتبقى عندها الاهتمام وعندها الترتيبات، انما لا، البطوله دي بدايه من سيد رئيس الجمهوريه بكل الناس، فعلا كل شيء
يعني كان دقيق جدا، تنظيم على اعلى مستوى، واضح النهارده كمان ترتيب الدخول للناس ممكن يكون في صعوبات شويه، مفيش مشكله، ولكن هي دي مباراه كره قدم. انت عندك الاستاد بيسع مثلا 70 80 90 الف، في مليون واحد عايز يدخل، فطبيعي ان ممكن يحصل بعض الازمات او ولكن هو خوف وحرص على الجمهور. الجمهور ظهر بشكل كويس وظهر بشكل مميز النهارده كمان، كمل الصوره الحلوه بتاعه اللي الناس كلها تعبت فيها. كل الناس تعبت، كل الناس اشتغلت، كل الناس اجتهدت. الحفل ظهر بشكل كويس بسيط وزي ما بنقول طبعا هم عبروا خير الكلام ما قل ودل. لسه كمان بقيه الماتشات، يمكن انا شفت حديث لسياده الرئيس وهو بيدعو كل المصريين كمان، مش مباراه مصر بس اللي نحضرها، لا مباراه المنتخب الافريقي كمان عشان الصوره تكمل بشكل كويس. يعني نفسنا الناس في الاسماعيليه تحضر، الناس في السويس تحضر، الناس في اسكندريه، حتى الماتشات. يعني انا مثلا في ماتشات في الدفاع الجوي انا هحضر ماتشات للسنغال وكوت ديفوار، وطلعت الفان اي دي. طلعت الفان اي دي؟ طبعا طلعت الفان اي دي عشان اروح احضر اللقاءات. يعني الموضوع ما يقتصرش فقط لا غير على الماتشات منتخب مصر بس، عايزين صوره تكمل، عايزين نوصل رساله، لان لعبه كره القدم او الرياضه بشكل عام هي القوه الناعمه. صح. دي اللي لازم نستغلها بشكل جيد. انت اتكلمت على ماتش الاهلي والزمالك، وانا قبل كده يمكن كان ليا حديث والناس فهمته غلط، قلت ان يمكن انا جبت صوره كده فنيه وجبت صوره رياضيه، وقلت يا جماعه ما ينفعش تبقى دي القوه الناعمه اللي موجوده في مصر. القوه الناعمه دي لازم، يعني هي اللي الناس بتشوف، هم القدوه بتاعتهم، هم المثل بتاعهم. فالنهارده واحنا بنشوف بقى النهارده زي ما قال كابتن زكريا، بتحسن الحاله المزاجيه بالنسبه للشعوب كره القدم. انت النهارده الناس خارجه النهارده، يمكن الاداء هنتكلم عليه لما نوصل للفنيات، ما بسطش الناس مع كل الاجواء بقى اللي حصلت. يعني ناس راحت من الساعه 1 موجوده في الاستاد، الناس متخيله ان ممكن يكون الاداء افضل من كده. هنتكلم وهنقول اسبابه ايه، والفتره الجايه لازم يحصل ايه، وجزء فيه نفسي لان لعيبه كتير ما لعبتش بالضغط الجماهيري اللي موجود في الوقت الحالي. فانما الصوره بشكل عام، لا الصوره خرجت بشكل كويس بشكل حلو. واكبر رساله لو احنا عايزين النهارده نعلن ونقول للناس ونوجه للناس رسالات ونقول ان احنا بلدنا، لا دي في ساعه ونص او في خلال ساعتين الافتتاح مع المباراه، احنا وصلنا رساله للعالم كله. صحيح. بنقول ان الحمد لله احنا قادرين لما بنحط حاجه في دماغنا نقدر ان احنا نعملها. صحيح. حضراتكم برضو تقدروا هتشاركوا معانا في الحوار والتحليل الفني، الهاشتاج بتاعنا هو نمبر 1 منتخب مصر، وكمان شويه كمان هنفتح لحضراتكم التليفونات تشاركوا معانا في التحليل وتقولوا لنا رايكم ايه في اداء منتخبنا الوطني. نبتدي بالهاشتاج وناخد ردود افعال منكم، وكمان بعد الفصل اللي جاي هفتح لحضراتكم التليفونات تتواصلوا مع نجوم مصر كابتن زكريا نصف والكابتن احمد حسن. كابتن زكريا، خلينا ابتدي مع حضرتك من التشكيل، من تشكيله منتخب مصر البدايه. منتخبنا الوطني محمد الشناوي كان في حراسه المرمى، رباعي خط الظهر محمود علاء وحجازي، ناحيه الشمال ايمن اشرف، ناحيه اليمين المحمدي، الوسط طارق حامد والنني وعبد الله السعيد، وقدامهم في الهجوم محمد صلاح، محمود تريزيجيه، ومروان محسن كراس حربه. من وجهه نظرك هل التشكيل كان مفاجئ ولا كان طبيعي؟ لا، بالنسبه للاجيري كنا عارفين ان حوالي 8 او 9 لعيبه اساسيين هيلعبوا. ممكن يكون في خلاف على حراسه المرمى، شناوي جنش، كل واحد ممكن يبقى ليه رؤيه في اختيار مين اللي يلعب. كان في كلام على باهر محمدي او محمود علاء، مين برضو ما كانش مؤكد مين اللي ممكن نشوفه. الباقي تقريبا كلهم كنا متوقعين، يعني مفيش مفاجأة في طارق حامد والنني، في أحمد حجازي، عبد الله السعيد كنا متوقعين إنه هو وصلاح وتريزيجيه ثلاثي تحت مروان محسن. فبالتالي ما كانش في مفاجأة في التشكيل. الأهم كان النهارده لو هنبدأ نتكلم على المهام بقى، يعني احنا خلاص التشكيل بطريقة لعب واضحة بتبان 4-2-3-1، لكن في أنهي تلت تلعب بالطريقة دي؟ يعني في التلت الهجومي لازم بيتغير الشكل، بمعنى ان انت اذا كنت انت واخد طارق حامد والنني اتنين ما عندهمش قدرات هجومية، يبقى بتحول القدرات الهجومية للأطراف. وبالتالي لو ماتش تنزانيا تفتكروا يا صقر،
الجول اللي جابه المحمدي كان كروس من ايمن منصور، احمد ايمن منصور. يعني اذا الباكين واصلين لغايه ال 18، مش بس كده، ده المحمدي جوه ال 18. يبقى انت هنا بتغير في تكليفات اللعيبه اللي موجوده في الملعب، ان انت مش قادر تحول الطريقه ل 4-1-4-1. يعني ان النني يبقى رابع قدام قوي بيهاجم، لا مش شايفها، فبتضطر انك تستفيد بالاطراف. النهارده الاستفاده بالاطراف بيعمل لك برضه خطوره شويه يا كابتن زكريا، لانه اي حاجه، اي كره مرتده عليك، في واحده من اللقطات في الشوط الاول مثلا واحد يعني قلبه اتخلع فيها، لانه الطرفين زي دين المحمدي وايمن اشرف مفيش غير لعيب واحد بس. دي كانت واضحه قوي النهارده بالذات في الخطوط، كان في جاب كبير قوي بين الخطوط. المفروض ان انت لما بتيجي تشتغل مثلا في الاداء الهجومي بتتكلم في 30 متر. لا، كان في مساحات، وبالتالي زيمبابوي النهارده كان في هجمات كتيره جدا كان خطر، لان المساحات كانت كبيره. ودي اكيد النهارده وبكره وبعده هيبداوا يتفرجوا على الماتش اللعيبه مع اجيري، ويبداوا يشوفوا، لان اللي جاي انت لازم تعمل حسابه. صحيح. اخطر حاجه النهارده كنت انا قلقان منها النتيجه، ان 1-0 دي نتيجه خادعه شويه. كان ممكن لغايه الدقيقه 83 كان ممكن يجي جول، وشفنا كرة اتلعبت كروس، دي كانت في دقيقة 88. الكروس اللي اتلعب لزيمبابوي بالهيد كان ممكن تبقى جول وتطلع متعادل. وبالتالي انت محتاج ان انت بتأكد الفوز مش بجول واحد، لازم تأكده بجول واثنين وثلاثة، لان انت برضو لازم تدي رسالة انك جاي بتنظر بطولة عشان تاخدها. انت مش بتلعب المباراة عشان تقول انا هوصل لغاية فين، لا مش هوصل لغاية فين، انا رايح اخد البطوله دي. مفيش فيها حلول تانية غير ان انت تكسب البطوله. طيب كابتن احمد، عايز احلل معاك الهدف اللي مصر احرزته عن طريق تريزيجيه، وبرضه عايز اخد رايك في نص الملعب تحديدا، واحنا قاعدين بنتفرج على المباراه قلت لي نص الملعب لازم يبقى فيه كلام كتير عن كده يختلف طبعا. علشان ادائنا الفني ينضبط يعني. عايز تاخد الاول نتكلم عن نص الملعب، نص الملعب الاول. نص طيب. الملعب بعدين اجهز لك الهدف. يعني هو تكمله للكابتن زكريا للكلام اللي هو بيقوله. طبعا عندنا في نص الملعب، انا شايف ان في، انا قلت قبل كده ان المدير الفني الذكي اللي هو يشتغل على قوه الفريق اللي قدامه، مش بس على مجموعه اللعيبه اللي موجوده معاه. في جزئيه مهمه قالها كابتن زكريا، انت في رساله بتوجهها ان انا عايز اخد البطوله. دي مهمه، دي رساله كانت لازم تبقى موجوده في ذهن الجهاز الفني وفي ذهن اللعيبه. يمكن انا كابتن زكريا كنت انا قاعد انا وابراهيم بنتفرج على الماتش قبل ما نيجي للاستوديو، قلت له الدفعه مش هي اللي احنا محتاجينها. يعني انا لما بنزل، طبعا كابتن زكريا لعب كتير في استاد القاهره وكده، دفعه المباراه في الاول دي كانت مهمه. دي احنا، لا احنا بالعكس، احنا بدانا ندخل زيمبابوي معانا في اللقاء، بدأنا ندخله معانا، نجرأهم. بالظبط كده، حتى هم الاستحواذ، هم كانوا بيستحوذوا أفضل مننا. كان في جاب في وقت من الأوقات موجود في نص الملعب. فالدفعة اللي هي البداية دي كانت مهمة، حتى لو أنا بضغط ضغط عشوائي، بس إحساس إن أنا حاسس الفريق اللي قدامي، لا إن أنا عايز أكسب المباراة وعايز أحقق البطولة. كان الله في عون اللعيبه طبعا، لان الضغط الجماهيري مع الـ مع الـ مع الاجواء، مع ان هم ما اتحطوش في مواقف صعبه كتير. عشان كده يمكن احنا نادينا في وقت من الاوقات ان لازم يكون في خبرات تشيل اللعيبه دي في وقت من الاوقات، في وقت التقيل اللي زي ده. فدي يمكن احنا ما حسناش. الجزئيه الثانيه، في وقت من الاوقات ممكن ابدا باثنين ديفندرات، وهنا دايما انا نفسي، يعني حتى لما في وقت من الاوقات بتكلم مع النني او بقابل النني وكده، عايز يبقى عنده الجراءه الهجوميه، لازم يكون عنده الجراءه الهجوميه. النهارده طارق حامد هو راجل بيعرف يجيد، ان هو بلغه الكوره كده احنا بنسميه قطع طريق، هو بالظبط كده. اللي هو الراجل اللي هو بيعرف يلم من تحت كل الناس، خلاص اجري كل الناس تطلع. كان بيقوم بالدور ده في وقت من الاوقات حسام عاشور، كان بيقوم في الدور ده في وقت من الاوقات محمد شوقي. فاشتغلوا انتوا قدام وما تقلقوش من الحته دي. وفريق زيمبابوي مش بالقوه اللي هي، ضيعت انت كام سنه من عمرك برضو بتدافع مين؟ لحازم وعبد الستار. بس عايز اقول لك على حاجه، دي حقيقه انا دايما بقول لحازم وعبد الستار كده، دايما بقول لهم كده، اقول لهم انا ضيعت وقت من سنين عمري ان انا واقف ادافع لكم وانتوا يعني قدام. فلا، انا اقصد ان 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 قوه الفريق الزيمبابوي مش بالشكل اللي تخلينا اتنين واقفين بيدافعوا. الاجناب عندنا كمان ما اشتغلتش بالشكل المطلوب. فبالتالي في وقت من الاوقات انا عايز
النني يشتغل لقدام يا كابتن، يبقى يحضر نفسه لشوطه من تحت، يحضر نفسه لتكمله داخل ال 18، لان دايما دايما يا كابتن حتى دلوقتي بقى اللي بيحرز اهداف اكتر ناس بتحرز اهداف هو مش الفاوده، اللي بيجي من تحت، اللي بيجي من تحت هو اللي بيحرز اهداف. فبالتالي هو لازم يشتغل على دي، وده على فكره مش شغل مدير فني وبس، ده شغل كمان ابداع لاعب، يعني هو لازم قرارات كمان القرارات اللي بياخدها بالظبط، القرارات اللي هو بياخدها يعني صحيح. فبالتالي هنا المدير الفني مثلا في وقت من الاوقات، يعني انا مثلا لما كنت بلعب في نص ملعب كتاني ما كانش بيقول لي روح او ما تروحش، يعني طالما اقصد طالما انت بتأدي دورك الدفاعي كويس فبتزيد دي حته من عندك هو انت هو لازم يعمل ده، لان طارق حامد ما يجيتش ده، خلينا نتكلم بمنطق، طارق حامد ما يجيتش دي، انما النني يجي دي. اولا عنده رجليه كويسه لما في التسديدات ما بيشتغلش عليها، عنده التكمله يقدر ان هو كمان لازم يتجرأ ويروح في الماتشات اللي يعني انا حتى وانا على جنبك بقول لك الماتشات السهله اللي زي دي لازم يستغلوها، في الماتشات الصعبه خلاص اقف وامن بشكل كويس. انما النهارده احنا عندنا تكمله نص ما كانتش موجوده، حتى انا يمكن اتكلمت مع ان هم يجيبوا لنا الشكل طبعا على البيو، هجيبه لك دلوقتي في لقطه في الدقيقه 8 هجيب لك الملعب وهو فاضي ونقعد نخطط انا وانت مع بعض الفجوات اللي موجوده كانت في وقت من الاوقات. أيوه. في فجوه صحيح. ما بين الخط الهجومي اللي قدام صلاح وتريزيجيه ومروان وعبد الله، وفي نص الملعب النني وطارق حامد بعاد عن بعض عن الديفنس، فدي كان منطقه الاستحواذ بالنسبه للفريق الزيمبابوي. فكان بص دي واحده من ابرز اللقطات اللي كانت اتلعبت دي كمان. في الدقيقه 8 اللي انت دي كانت هجمه من ناحيه اليمين. أيوة. واتلعبت بالعرض وبعدين اتردت تاني للمحمدي حطها لعبد الله السعيد شاطها مظبوط. انت قلت لي فيها ده صار قلت لي دي كانت عايزه دي كانت هجمه لا دي كانت عايزه عبد الله ان هو يحطها تحت شويه يعني لا انا بتكلم يا كابتن زكريا على اني من تلتين الملعب في فجوه ما بين نص الملعب لازم التكمله بتاعت نص الملعب في ظهر الديفنس لازم التكمله في الديفنس اللي هو انت بتضيق مسافات الملعب صحيح. عندك بمعنى صحيح. ايه بمعنى ان انا لازم المدافعين يكونوا قريبين على الاقل 15 متر من نص الملعب، نص الملعب يكون قريب من الخط اللي هو الهجومي اللي قدام. ده في وقت من الاوقات ما كناش بنشوفه، كنا بنشوف في فجوه، فبالتالي بيسهل على لعيبه زيمبابوي ان هم يستلموا ويحضروا ويقدروا يستلموا حتى براحتهم، يعني مفيش ضغط أيوة. عليهم كمان في حته الاستلام. فدي جزء من موضوع نص الملعب ده بالنسبه طبعا لتكلفات النني الهجوميه، لاني النني النهارده ادي قدامنا، انا هطلعها لك دلوقتي حالا على الشاشه واحنا هنرسمها هنا سوا مع بعض. ادي نص الملعب اهو صقر، ادي نص الملعب، انت تقصد المساحه اللي هنا دي كده، هنرسمها سوا مع بعض كده ماشي تمام. يعني انت عندك يعني وحدد لي مواقع اللعيبه من هنا اهو كده. لا انا مش مش يعني خليني يعني خلينا احنا بنتكلم لو احنا التلت ده اللي هو احنا شغالين عليه الناس اللي بتهاجم عليه، التلت ده اهو كده تمام. عندك بقى فجوه ما بين ايوه ده بالظبط كده للنص الثاني، بعاد شويه، الخطوط كانت بعيده شويه. احنا لازم هنا لو احنا بنلعب ضاغطين الناس اللي قدام لازم يكون نص الملعب، لازم يكون طارق حامد، ولازم يكون النني محمدي ايمن اشرف، لان هم يعتبروا كمان لعيبه نص ملعب، بما ان احنا او على الاقل واحد منهم بيضاف ليهم. عبد الله السعيد كمان يمكن عبد الله النهارده ما كانش في افضل حالاته انما برضه تحس ان الفجوه كانت بعيده ما بينهم من بعض. لازم يحصل نوع من انواع اللغه والحوار مع بعض جوه الملعب، يعني لازم يبقى في ليدر في نص الملعب موجود هو اللي بيوجه الناس اللي قدامه، وكل ده انا اعتقد ان لازم يكون هي صار اتفضل. لا اتفضل يا كابتن زكريا. لا انا عايز اضيف نقطه، هي دي مرتبطه باستراتيجيه لاجيال، ازاي هتجيب الكوره اول ما بتفقدها، هل اول ما بتفقدها بتضغط عشان تجيبها تاني من مكانها، ولا بتعمل زون ديفنس عشان ترجع، مش لازم ترجع نص ملعب. فهنا الاستراتيجي دي مرتبطه بالاربع لعيبه اللي قدام. ممكن النقطه اللي انا كنت بتكلم فيها امبارح ايوه، ولحد دلوقتي مش قادر اوصل، هل هو الراجل فعلا بيعدل البوزيشن مش واضحه، ولا هو بياخد الكره مطرح ما مش واضحه خالص؟ لا مش واضحه، لا مش حد عمل بريسنج وحاول يجيب الكره، ودي ما بيبقاش لعيب واحد يا احمد. بدأها في اول الماتش مروان، بس كان لوحده برضه، ما مش طبعا ما ينفعش، ده قرار لاعب ده قرار لاعب انما مش استراتيجيه لاعب بالظبط. وبالتالي انت هنا لازم، لان الماتشين اللي جايين هيبقوا اصعب من النهارده اكيد مؤكد اكيد، وبالتالي انت مهم قوي تقول انا هلعب باني استراتيجيه. لو هلعب بدفاع متقدم، يعني بجيب الكره من قدام، يبقى الحته اللي بيقولها احمد لازم تبقى مطلوبه، اللي هي ان الحجازي بياخد المدافعين وبيقرب ل 30 متر،
لو عملت الجاب ده اللعيبه قدرت انها النهارده تلعب في المناطق الواسعه دي، وقدروا يعملوا هجمات مرتده، وهجمات مرتده خطيره. وصل ان هم بينفردوا بالشناوي كان ممكن يجي جول. حتى الفاول اللي اتلعب بسرعه جدا، وهنا برضو نسبه تركيز اللعيبه لازم تبقى عاليه. ده ليفربول خطف برشلونه بجون زي ده. بالظبط. وهو نفسه القصه كان منتخب ولولا الشناوي طلع وقفل وقدر ان هو يجيبها. وبالتالي انت بتتكلم على تعليمات اجيري للعيبه ازاي هتدافع، سواء انت بتعمل دفاع متقدم او بترجع للزون. حتى لو رجوعك للزون ده برضو مهم، ان انت ما تسيبش مساحات بين الخطوط. الحته اللي بيقولها احمد دي مهمه قوي، لان انت طريقه او اسلوب الدفاعي بتاعك بيحدد طريقه هجومك. لان انت لو بتعمل هجمه مرتده اول ما بتقطع الكوره، ده معناه ان انت بتعمل تحول هجومي سريع جدا. صحيح. وده مطلوب، خصوصا ان انت عندك اللعيبه اللي بتعمل السرعات دي اللي هو صلاح وتريزيجيه. وبالتالي انت مهم قوي ان انت تستفيد بسرعات اللعيبه في استخلاص الكره ثم التحول الهجومي. عايز اضيف كمان نقطه مهمه بريم، لو انت عايز تطلع فاصل او لا حاجة. انا عايز اعرض لكم الهدف. طيب. عشان نبتدي يعني نحلله. هدف خلينا بس قبل ما اضافه برضو لاستراتيجيه اجيري برضو. احنا عايزين بعيدا طبعا طبعا اكيد كلنا مبسوطين بالمكسب النهارده، لان مكسب مهم حتى ولو الاداء في عليه كلام كتير، ولكن المكسب مهم طبعًا في حد ذاته. انك انت تاخد في اول لقاء 3 نقاط ده مهم جدا بتريحك، ولكن اللي جاي برضه لازم نفكر فيه عشان هيكون صعب. الجزئيه الثانيه من ضمن استراتيجيه اجيري، عايز اعرف برضه هل هو من الاستراتيجيه بتاعته، هل هو بيتكلم عليه بقى على استحواذ ولا مثلا هيلعب على كونتر اتاك؟ لان دي برضه جزئيه احنا ما شفناهاش النهارده يا كابتن زكريا. استحواذ النهارده في وقت بنستحوذ، بس انهاء يعني الكوره بتضيع مننا بسرعه. وهل البنى من تحت ولا كله طلي؟ يعني برضه في كورات يعني في وقت بالظبط يعني في وقت. انا في الماتشات اللي زي دي وانا بلعب على ملعبي هنا افضل ادور الكوره كتير، ما عنديش مشكله. يعني اقدر ان انا اشتغل محمدي على حجازي على 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 ايمن اشرف، بعد كده ينزل حد من نص الملعب. يعني اقصد ان احنا نمسك الكوره في رجلينا كتير، بنتعب الفريق اللي قدامنا، بنشغل الكوره اكتر ما احنا بنشتغل. انما ده نفس الحكايه ما شفناش النهارده. هل هو فكر الراجل النهارده استحواذ؟ طب الاستحواذ ما كانش موجود، واحنا عندنا لعيبه تقدر تستحوذ. يعني عندنا عبد الله السعيد من اللعيبه المميزه اللي يقدر يمسك الكوره تحت رجليه بشكل كويس. عندنا في نص الملعب النني كمان بيخرج باص من رجله بشكل كويس. طارق حامد، بس ده ما شفناهوش. لازم يكون في شكل هويه لينا، بنلعب باستحواذ ولا بنلعب على كونتر اتاك؟ ده جزء أنا مهم. انا فاجئني اجيري النهارده بتحفظه وتخوفه في الشوط الثاني. طبعا أنا يعني لقيته هنوصل له يعني طبعا. يعني حتى لما انت بتتكلم على الحته دي، ودي حته مهمه، انت بتوري اللعيبه، بتديهم احساس ان انا عندي مشكله. رحت بطلع مروان ونزل وليد، وبعدين رحت بطلع عبد الله السعيد ونزل ورده، وبعدين رحت بطلع تريزيجيه اللي هو انشط واحد تقريبا النهارده يبان، ونزلت دونجا، ورحت منزل دونجا. فانت حتى اديت رساله لعيبتي ان انا قلقان من ان انا اتعادل، خايف ومعنديش 12 دقيقه انت رابكنا معاك. وفي نفس الوقت انت بتدي رساله للمنافس ان انا مش عارف اجيب جول، فانا هامن عشان اطلع 1-0. في حاجه كمان دي رساله ما كانتش ايجابيه في رؤيه اجيري. مظبوط. في حاجه، في جزئيه كمان عايز تحلل الهدف. طيب يعني احنا هدف. عندنا وقت طويل هنتكلم في حاجات كده، بس يلا. انا يعني دايما كابتن زكريا بيديني حاجه لاني طيب. لاني بس حتى بس الهدف ليه عايز اتكلم فيه، لانه تعامل تريزيجيه في اكتر من مباراه من المباريات يا كابتن احمد يا كابتن زكريا كان بيحاول دايما يسجل الهدف ده ولم يحالفه التوفيق. فالنهارده زي ما تقول ايه، ربنا كرم، هو موجود مع حضرتك على الشاشه كابتن احمد. طيب هو يعني كالعاده ان تريزيجيه دايما بيحاول ان هو ياخد ويشتغل بنفسه بسرعته كده. الكوره يمكن كانت حصل نوع من انواع اللخبطه، ولكن استعادها تاني بعد كده راحت لايمن اشرف، عمل تريزيجيه، عمل التمويهه بتاعته على مدافع زيمبابوي وخد القرار وشايف بشكل كويس. الكوره في منطقه صعبه جدا، دايما تريزيجيه بيحاول يعمل دي في وقت من الاوقات، ممكن شويه بتجلي منه ممكن شويه، ولكن خليني اقول لك اللي متابع تريزيجيه في تركيا هو بيعملها كتير. بالظبط، وجاب منها كتير. وتريزيجيه من اللعيبه المميزين، يعني تريزيجيه من اللعيبه المميزين جدا اللي كمان حل. يعني حتى النهارده وقفلنا بالصور بقى ابو العيله، وقفلنا بالصور بقى. حتى النهارده احنا معناه انا قاعد الشوط الثاني واحنا بنتفرج انا وكابتن زكريا، احنا اتفاجئنا
اخويك تريزيجيه. لان هو من يعني هو افوق واحد في المباراه، هو اللي عنده الحل بسرعاته طبعا، لانك انت بدات النهارده خلاص تعتمد على وليد سليمان. الدريبل كويس، بيلعب الفريق بشكل كويس، بس لازم وليد كمان يوصل الناس. ما هو هيوصل مين؟ هيوصل صلاح وهيوصل تريزيجيه، الاثنين اللي هم سرعه، لان هو هنا اهو تريزيجيه قدامنا اهو. تمام بالظبط، هو هنا حيا كوره كانت ميته وقدر يعمل الفنت بتاعه بشكل كويس. دي بال 3 دي بقى بالكرتون يعني. تمام بالظبط بالظبط. في حد في ظهر حضن عليه بشكل كويس، الراجل طبعا خلاص المدافع هيلمسه هنا يبقى ضربة جزاء، فبالتالي بعد عنه. تمويهة بتاعته كمل، تمويهة بتاعته لجوه. هو هنا خلاص هو شايف كويس يعني، هو شايف فتح الجول بالنسبة له بشكل كويس، وقدر يحطها طبعا في الزاوية الـ الشمال على شمال الحارس. عايز تعلق على حاجة معينة في الهدف عايز اقول تريزيجيه عنده ميزة موجودة عند محمد صلاح، ودي من اهم مميزات لاعب وسط الملعب المهاجم لما بيبقى في التلت الاخير، اللي هي 1 في 1، واحد ضد واحد. واحد ضد واحد دي لازم تاخد الريسك انك تعدي منه، لان بمجرد ما بتعدي انت بتزيد بالكرة، وبالتالي بتبقى زيادة على المدافعين، لان انت اللي عامل الزيادة دي والكرة معاك، ومن هنا بتاخد القرار، يا اما بتسدد يا اما بتصنع جول. فتريزيجيه عنده الحتة دي كويس قوي يعني، حتى الماتشين الودي حاول، انفرد في 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 اكتر من كوره في الماتشات الوديه، واحده بشمال واحده بيمين، ما جوش اجوال، بس ميزه من مميزات تريزيجيه اللي بيتميز بيها عن لعيبه كتيره موجوده مصريين، هي الحته بتاعت انه يروح على المدافع ويعدي منه. صحيح، عنده الجرأه دي، ما بيخافش وبيعرف كويس. دي مهمه جدا، مهمه، لان دي بتاكد ان اللعيب عنده ثقه في نفسه، بس تريزيجيه ياخد القرار. عنده حته عايزه شويه بس تتظبط، هو سرعه اتخاذ القرار. معايا يا كابتن احمد في الجزئيه بتاعه تريزيجيه، بيبقى محتاج شويه سرعه اتخاذ القرار، احيانا ما بيكونش مجهز نفسه. مزبوط. يعني الشوط الثاني عمل واحده تسديده من بره ال 18، دي راح رايح وعدل نفسه وشاط من بره ال 18، راحت جنب القائم. ده قرار يا صقر، ودي ميزه مطلوب. ميزه ان انت خلاص بتحول لمهاجم، بتحول لراس حربه، مش بتبقى لاعب وسط مهاجم. صح. لا انت هنا راس حرب، عشان كده انت بتبقى محتاج في ال 18 ناس تجيب اجوال. صحيح. كنا متحفظين على بعض الاسماء اللي ما اتخدتش، اللي عندها الميزات دي، زي كهربا مثلا. كهربا يخش 18 وبيجيب جول وبيصنع جول، وده بيبقى مطلوب. فانت دلوقتي ما عندكش غير الثلاثه اللي قدام اللي انت تتوقع ان يجيبوا جوال. لا، وعندك وعندك منهم بس اتنين هم اللي عندهم الميزه اللي بتميز المنتخب في الثلاث اربع سنين اللي فاتت، ميزه سرعه تريزيجيه وصلاح. وصلاح بالظبط. انما انت ما عندكش حد في الحته دي مهاي يعني، هم الاثنين دول احنا لو فقدنا حد فيهم هتبقى عندنا ازمه في الماتشات يعني بدايل صلاح وتريزيجيه بنفس الكواليتي مش موجود. ده بقى يرجعنا لنفس القصه لما كنا بنتكلم يا كابتن زكريا يا كابتن احمد، يعني ليه ما فيش رمضان كان؟ ليه ما فيش كهربا؟ يعني واحد منهم حتى، هو مش اثنين يعني. بالظبط بالظبط. ما هو ليه ما فيش؟ ليه ما فيش؟ خلاص يعني مش خلاص يعني، زي ما بيقولوا كده، مش هنبكي على المسكوب، الموضوع انتهى، خلينا نفكر في اللي موجود في الوقت الحالي. بس في جزئيه انا لازم ارجع فيها بالنسبه ليه كابتن زكريا، بالنسبه للتغييرات بتاعه اجيال. أيوه. لان في مدير فني بيديك ايحاء انا ههاجم، وفي مدير فني بيدي اللعيبه احاء اللي هو انا راضي بالنتيجه كده، فبيوصل المسج جوه الملعب. صحيح. من ضمن التغييرات انت عندك ثلاث فايده موجودين، عندك احمد علي وعندك احمد حسن كوكا. فانت لما بتيجي تغير وتلعب صلاح اللي هو المفروض بستغله كجناح، فقوه صلاح يعني هو قوه صلاح لما بيلعب جناح، مش لما بيلعب طبعا استريكا صريح، وان كان جه لصلاح كورتين ما نهمش بالشكل المطلوب، الا اني برضه الاستفاده من صلاح في لما بيلعب جناح استفاده منه بتبقى اقوى. فبالتالي انا حتى لو عايز اغير مروان وشايف ان هو مش موفق، يبقى استغل احمد علي وهو عنده قوه وعنده باور وعنده انت قللت الناس اللي بتخش 18. مظبوط. انت لان انت ما هو انا عشان كده باخد من كلامك. لما نزلت وليد سليمان وورده، دول اتنين لعيبه بيلعبوا من بره ال 18. مظبوط مظبوط. فانت قللت حتى عدد اللعيبه اللي بيخش 18 عشان يبقى عنده فرصه يجيب جول. التغيير الثالث كمان يا كابتن، وهو تريزيجيه. يعني حتى لو انا عايز امن، لو انا عايز امن نص ملعب، يعني هو طبعا بص، هو راجل كان الله في عونه، لان هو طبعا مباراه افتتاحيه وممكن يكون خلاص هو نتيجه 1-0 بثلاث نقاط ده مهم، ولكن كان في برضه ممكن تغيير بشكل ثاني.
انا كان ممكن اطلع واحد من الاثنين اللي هما نص ملعب سواء النني او طايق حامد واكيد صحيح. كان ممكن يكون النني ونزل عبد الله السعيد لاني كره القدم فيها جزئيه مهمه في جزئيه طالما انا مستحوذ على الكوره انا ما يجيش عليا خطوره وانا طالما عندي انا طول ما الوقت الكوره في رجليا وانا مستحوذ عليها مش هيبقى في عليا خطوره انا الخطوره عليا لما افقد الكوره بسهوله فبالتالي احنا كنا بنفقد الكوره بسهوله فكان عبد الله ينزل يلعب جنب طارق حامد ونزل وايد ده قدام بيشغل كشغل تنشيط واستغل السرعات اللي هي لصلاح وتريزيجيه انما برضه تغيير تريزيجيه قلل يعني انت عمال تقلل المهام الهجوميه عمال تقلل وهو كان عنده بدائل مين يا كابتن احمد معلش عشان برضو الناس تشترك معانا في الحوار لانه الناس بعت لنا على هاشتاج بتاع عدم لا طبعا احنا يا ريت الناس تدخل معانا عايز اقول لك الناس عماله تبعت لنا كمان انا شايف الهاشتاج الناس عماله تبعت لنا لانه شايفين انه كلامنا متسق جدا مع اللي كان موجود في الملعب بص يعني. انا في جزئيه يا كابتن هرد عليها من المشاكل اللي هتواجهنا طول البطوله ان شاء الله يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكون موجودين ونحقق البطوله بس من المشاكل اللي هتواجهك انت البدائل عندك قليله جدا 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 والبدائل الهجوميه الاطراف بالاخص انت شبه انك انت البدائل بتاعتها قللتها ضعيفه جدا صحيح طيب شروق عادل بتقول اكتر استوديو حلل الماتش بواقعيه وحياديه شديده بعيدا عن النفخ والتطبيل شكرا يا شروق بشكرك ياسر الهندي تحياتي للجميع لازم المنتخب يتعلم من اخطاء هذه المباراه وان شاء الله القادم افضل سفيان بيقول تغيير طريقة اللعب هل أثرت على وصول الكرة للثلث الهجومي والربط بين الأجنحة وصناع اللعب والمهاجم وهل ده سبب في ضياع الفرص في نص الملعب وتقييم النجوم الكرام للنادي ده سؤال مهم جدا يا سفيان سؤال يعني. مهم قوي سفيان برافو عليك بص وبيرد على سؤالك لما بتقول البدايل لا هو أنت مش محتاج تفكر في بدايل قد ما تفكر في تكليفات لعيبة يعني الصقري بيتكلم على أن تطلع النني وترجع عبد الله السعيد يبقى انت بتحاول الطريقه 4-1-4-1 مظبوط طب ما هو ده دي مش محتاجه يعني. يبقى انت بتغير في تكليفات يعني اللعيبه تكليفات في الملعب مظبوط واخد بالك مظبوط وبالتالي انت لما خرجت مروان وسبت صلاح انت فقدت الجزء اللي عند صلاح اللي هو ياخد كور طويله في مساحات لان هو بقى راس الحربه ما هيبقى مطلوب منه التحركات بالعرض فانت خسرت ميزه من ميزات صلاح ان ممكن تتلعب له كوره لونج باس في مساحه بسرعاته يقدر ينفرد هو انفرد في واحده الحقيقه بس جات له على يمينه حطها ضعيفه كان لازم تبقى اقوى من كده وبعيده عن ايدين الجول كيبر اللي بتقوله واللي سفيان بيساله انا لما عملت التغييرات كان لها تاثير على طريقه لعبي على استخلاص للكورة لان خلي بالك انت بتتكلم على ازاي تجيب الكورة تبقى معاك الكورة الكورة عشان اجيبها لازم اجيبها من نص ملعب المنافس مش استناه واجيبها من تحت صحيح وبالتالي انت لما بتستناه واجيبها من تحت في خطورة لان انت عندك مساحات كبيرة واللعيبة عندها سرعات يمكن ما عندهمش قدرات مهارية قوي في انهاء الهجمات سواء في التسديد او في حتى بالهيدنج انما انت اديت له الفرصه انه يجي لك نص ملعب طب ما تجيبها من هناك صحيح اطلع وقابله من هناك مش غلط ما ينفعش بقى اقول ايه اصل اللعيبه فتنس ما ينفعش سبيريت ما ينفعش كل حاجه في صالح اللعيبه النهارده اللعيبه النهارده كان المفروض انها مش بس تلعب وتادي وتكسب وكمان تستمتع صحيح تستمتع ان معاك أجواء جماهيرية مش مش معقول ده متعه وملعب طبعا بقى عالمي النجيله فاذا ما عندكش اي وخلي بالك احنا لما بنقول اللعيبه ما فيش خبرات لا ده كلهم خبرات باستثناء اتنين لعيب محمود علاء وايمن اشرف اللي تقدر تقول ما لعبوش قبل كده تحت ضغوط انما كل التيم من اول الشناوي لغايه مروان دول لعبوا كاس عالم يعني ما ينفعش اقول الاصل فيه رهبه لا ما فيش رهبه ده بالعكس ده في ثقه زياده عن اللزوم المفروض ان انت تترجمها لسبيريت تترجمها لأداء جيد تترجمها لمتعة في الأداء فبالتالي التخوف الكبير النهاردة إن 1-0 دي كانت بالنسبة لنا مقلقة جدا لأن أنت كنت محتاج إنك تجيب التاني والتالت عشان الرسالة للجماهير بتاعت مصر الرسالة للفرق اللي بتتفرج عليك وبتتابعك الرسالة للفريقين اللي أنت هتلعبهم لأن في حتة في اللايحة إبراهيم دي لازم نقف عندها أنت لازم تكون أول مجموعة مظبوط ما ينفعش تبقى تاني
لان اول مجموعه في اللائحه هتلعب مع احسن توالد. لا هتشرح لي بقى الجزئيه دي باستفاضه بعد الفاصل عشان طيب دي مهمه قوي. انا بس هاخد كلمتين كده من الهاشتاج بتاعنا قبل ما اروح لاول للفاصل. الهاشتاج بتاع نمبر 1 منتخب مصر اللياقه قلت تدريجيا. ده محمد في الشوط الثاني هنتكلم في الجزئيه ديت. مصطفى بيقول خروج مهاجم صريح خلى صلاح يلعب لوحده خالص، وكمان الفجوه اللي حصلت في وسط الملعب خلت المنافس يمسك الكره، ازاي نقدر نصلح اخطائنا دي؟ ما ننساش طبعا تفوق الشناوي في الحراسه. حامد بيقول تحياتي لزيكو والكابتن احمد حسن. في كمان اهلاوي بيقول من اسوا المباريات اللي لعبها المنتخب. هي ممكن ما تكونش يعني افضل مباريات المنتخب ولكنها ليست سيئه للغايه يعني. خلينا نروح لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين مع حضراتكم وتحليلنا الفني في نمبر 1 مع نجوم مصر كابتننا كابتن زكريا ناصر وكابتن احمد حسن. واحد مستمتع حقيقة بكلام الفني. عايز اقول لكم في الفاصل كمان كلام فني لا ينقطع من النجوم كابتن زكريا وكابتن احمد حسن. طيب خليني بس ايه اناقش مع الكباتن وهي برضو جزء مرتبط بالشق الفني. هناقش معكم تصريحات اجري وتصريحات المدير الفني لمنتخب زيمبابوي. اجري بعد اللقاء قال انه سعيد باداء اللاعبين وتراجع الاداء في الشوط الثاني، قال بسبب الاجهاد. هنحط بقى ايه كذا خط تحت كلمه الاجهاد ديت. قال انه تراجع المستوى مستوى منتخب مصر بسبب الضغط والاجهاد ومحاوله الحفاظ على التقدم، والمستوى بالنسبه له كان مرضي الا من المساحات في بعض الاماكن في الملعب. اجري كمان قال ان المنتخب كان بحاجه للفوز في كل مبارياته علشان يحقق هدفه الاساسي وهو التتويج باللقب. قال انه مش سعيد بنسبه 100% بالنسبه لاداء اللعيبه خاصه في الشوط الثاني اللي تراجعوا فيه الاداء، واعول او رجع السبب في ده الى شعور بالاجهاد وقال هحل المشكله ديت. ده اجري وتصريحاته. المدير الفني لتشازيمجا المدير الفني لمنتخب زيمبابوي قال ان الجماهير اثرت علينا في بدايه المباراه، وقال ولكننا كنا الافضل في الشوط الثاني. كابتن احمد رايك ايه في تصريحات اجري؟ بص يعني عجبني فيه كام حاجه. ان هو راجل بيقول لك ان ادائنا في الشوط الثاني ما كانش دون المستوى، وطالما هو راجل بيعترف ان عنده اخطاء يبقى دي شيء مبشر وشيء جيد. ان هو طبعا شايف الصح صح والغلط غلط. مظبوط. بص ما ينفعش ان احنا نبقى شايفين المدير الفني يطلع يقول لك انا اديت بشكل كويس واحنا كنا افضل والكلام ده وكده، انت مش تقتنع بيه. فبالتالي ده شيء كويس. ولكن هنا انا استوقفتني نقطه زي ما انت استوقفتك واكيد الكابتن زكريا، مساله الاجهاد. بمعنى ايه الاجهاد؟ بس عشان يعني اجهاد اللي هو من ايه؟ المفروض ان كابتن زكريا اجري واخد اللعيبه بقالهم دلوقتي 15 يوم تقريبا. 15 يوم. نعم؟ مين اللي مجهد؟ ما هو بالظبط يعني الاجهاد ده. طب انا لو لعيبه لعبه موسم كامل بالنسبه لي تمام مفيش مشكله، وده انا منطقي. انا اخد اللعيبه ما بين حاجتين، ما بين ان انا بجهزهم بشكل كويس، ما بين اني انا لو حد مجهد بحاول ان انا اعمل له استشفاء بشكل كويس، فبالتالي بهيئ اللاعب للبطوله بشكل جيد. لان 15 يوم دي كفيله ان انا طالما خدت لاعبين اقدر ان انا اريحهم بشكل كويس. انا عايز اقول لك على حاجه. دايما منتخب مصر رغم اني كان دايما المنتخبات الافريقيه بتتفوق علينا، الا ان احنا دايما المعسكرات كانت تنفع معانا بشكل كبير جدا. طالما تحط المجموعه في معسكر تعرف انك انت هتطلع بلعيبه. اللي انا كنت اتمناه ان هي بدايه اللقاء النهارده انطلاقه كانك بتفتح باب لاسود. أيوة. غل كوره بقى. بص غل كوره. هقول لك على حاجه بعيدا عن المقارنات لان انا ما بحطش مقارنات. 2006 ويمكن انا قلت قبل كده احنا ما كناش بنلعب كوره كويسه كابتن، بس كان في روح في الملعب. مفيش حد ما بيجريش في كل حته في الملعب. في روح في الملعب، في قتال في الملعب. دي اللي بتمنى ان اللعيبه هتوصل لها الرساله دي، ان حتى لو الاداء دون المستوى لازم يبقى في جزئيه ما يفقدوهاش اللعيبه، ودي اللي هتخلي الناس على ثقه تامه ان احنا هنقدر نوصل. طيب حته الروح في الملعب وحته انا بس ابين لان دي جزئيه مهمه. كملها حته الروح في الملعب لان دي مهمه جدا. انا ممكن
اتعاطف مع اللعيبه طالما بتبذل مجهود وبتحاول وبتضغط في كل حته في الملعب حتى لو بعشوائيه، بس دي بتخلق نوع من انواع ان انا عارف في اي وقت لا انا هقدر اوصل وهقدر اكسب بروح العاليه دي. انما حته اني حته الروح دي مش موجوده. اجهاد بمعنى برضو كلمه غريبه شويه، يعني اجهاد بمعنى ايه؟ ما هو ده بقى اللي انا عارفه. هو خانوا الكلام. لان دي مش شماعه. انا لو يعني انا قارنت مثلا، وده سؤال عايز افهم من حضرتك. لا بالواقع يا لا أبراهيم. مش من الواقع. بطوله كاس العالم مثلا وكل المنتخبات بتبقى او كل الفرق بتبقى لاعبتها جايه من معتركات قويه جدا جدا هيما. وبتتلعب بطوله كاس العالم يا هيما. مين اللي يعني. تعال نشوف الاسماء مين اللي مجهد. لو جبت محمد صلاح اخر ماتش لعبه 1/6 احنا النهارده كام؟ 21/6 20 يوم ما تقدرش تقول مجهد. اي لاعب لعبت الزمالك اخر ماتش ليهم اللي كانوا موجودين كان الكونفدراليه. لعيبه الاهلي ما كانوش بيلعبوا في افريقيا. فانا مش شايف في حد، حتى النني ما كانش بيلعب مع فرقته في ارسنال. فمفيش حد مجهد. انا مش شايف يعني كلمه اجهاد. من 20 يوم انت عندك اخر لعيبه لعبه من اكتر من حوالي 20 يوم. فمش مبلوعه يعني. انا ما اقدرش اخد الكلمه كده واعديها. لان لا، قول حاجه تانية مش غلط. قول ان في بعض اللعيبه ما كانتش في مستواها الطبيعي مش غلط. قول انا غلط اني قريت السيناريو بطريقه ما ده مش غلط. ما كانتش صح. مش غلط. بس انت لازم تقول حاجه. هو ليه ما بنقولش ان زيمبابوي تفوق؟ يعني تفوق في بعض الاوقات يعني. مش تفوق في طول الماتش. بس تفوق انه استغل الحته اللي احنا اتكلمنا فيها قبل البريك انا والسائق فيما يخص الاداء الدفاعي لمنتخب. انت الارقام بقى لما تيجي تقرب للارقام عندنا ارقام مهمه جدا جدا. هتلاقي انها بتقرب من الكلام اللي قلناه. طب اتفضل يا كابتن زكريا وبرده مع كابتن احمد نستعرض. تعالى نقول احنا كنا بنتكلم على ان لعيبتنا ما بتعملش بريسنج جيم خالص. ما فيش حد بيضغط على لعيبه عشان يستخلص. وده جزء من الاستراتيجيه الدفاعيه في الرقابه في التغطيه في المساحات. لا، انت سبت زيمبابوي تلعب زي ما هي. انت كنت تستنى هم يغلطوا، وده طبعا كان غلط. اللي بياكد ده ان الفوز بالالتحامات 52% لصالح زيمبابوي. يعني اذا هم كانوا بيستخلصوا اكتر منك. وبالتالي انت عندك مشكله في استخلاص الكوره. استخلاص الكوره دي بتبقى اخر حاجه بعد ما بتكون عملت البريسنج وعملت الزون والرقابه والتغطيه. بتجيب الكوره. يبقى انت عندك مشكله في استخلاص الكوره للاعبتنا. ده جزء مرتبط بالارقام. لما بتيجي تتكلم على الجانب الهجومي فيما يخص التسديد على المرمى، فيما يخص التمريرات، فيما يخص الكرات العرضيه، فيما يخص الاستحواذ، انت مستحوذ اكتر. بس هنا في الاستحواذ في حته كان السهر اتكلم فيها ودي حتة نقطه مهمه قوي. خد بالك انت فيما يخص الاستحواذ. فيما يخص الاستحواذ منتخبنا استحوذ في مناطق سواء في الشق الدفاعي 25%، منطقه الوسط 46%، في المنطقه الهجوميه 29%. ده معناه ان انت منطقه وسط الملعب انت الكره معاك كتير. بس ما فيش ايجابيه في التلت الهجوم. صحيح. ما بتتصرف بسرعه قوي، او الكره بتفقدها بسرعه قوي، او ما بتاخدش وقتك في التلت الهجومي انك بتعمل باسنج جيم عشان تخلق فرص. فرص النهارده تعتبر في الشوط الاولاني في اول 10 دقايق ممكن تجيب جولين. صحيح. بس بعد كده الفرص قلت. انت ما اقدرش اقول فرص كتير. لا يعني ما اقدرش اقول المنتخب ضيع فرص كتير النهارده. لا، الفرص قليله في انهاء الهجمات. صحيح. طيب، ناس كتير بتعلق على الهاشتاج بتاعنا نمبر 1 منتخبنا الوطني. كابتن احمد حسن جاب الخلاصه، الروح، الجرينتا. ده ابراهيم محمد. المشكله الوحيده عندنا ده احمد شوقي هي تدخل الجمهور وفي وجهه نظر المدير الفني وعدم الثقه في لعبتنا وان شاء الله البطوله مصريه. تامر بيقول لو لعبنا 4-1 4-1 افضل، لان النني وطارق غير متفاهمين حتى بنزول دونجا برضو في فجوه في نص الملعب. وليد جنب السعيد وصلاح وتريزيجيه ومروان مهاجم، وصلاح يبقى حر ويتبادل مع وليد مركزه من بره ومن جوه، يبقى في نوع من انواع التنوع. ياسر شعبان بيقول اهم نقطه واضح ان احنا واقفين بدنيا مش قادرين ناخد نفسنا، وبالذات عبد الله السعيد. النقطة البدنية واضح ان هي يا كابتن احمد مسيطرة برضو على رؤية الناس. بص هقول لك على حاجة. هو في جزء اجهاد ذهني.
مش بدني بس جهاد ذهني، زي ما قال برضه في جزء الكابتن زكريا لما تيجي تبص على اغلب اللعيبه. انا يمكن انا لما بقول يا كابتن زكريا اني كنا محتاجين يكون في لعيبه خبرات اكتر من اللي موجودين، لان دول هيفرقوا معانا بشكل كبير. انما لا، يعني اجهاد ذهني ده انت بتتكلم على ما شاء الله احنا عندنا اغلب لعيبتنا بتلعب في انديه كويسه. صحيح. او بتلعب في انديه فيها احتكات قويه. حتى الانديه، حتى اللعيبه اللي بيلعبوا داخليا بيلعبوا في اهلي او زمالك، او بيراميدز مثلا، او بيراميدز، كلهم اتحطوا في محكات قويه. يعني صحيح. بتحطوا في ضغوط، لعبوا في حاجات جماهيريه. فالاجهاد الذهني ده وارد في وقت من الاوقات، في لعيبه بتنزل عضلاتها ما بتبقاش قادره تشيلها من الضغط الجماهيري، الضغط الاعلامي، البدايه، لان البدايه دي برضه فيها صعوبه. ولكن ده ما ينطبقش على، يعني ما ينفعش ينطبق على بيتنا. ممكن يبقى كمان ربع ساعه، ثلث ساعه، بعد كده خلاص اللعيبه بتدخل في الجيم. فزي ما قلت لك الجمهور هيحس دي، الناس هتحس دي وهي بتشوف. ممكن ما بقاش موفق في الجيم، ممكن ما بوصلش، ممكن ما بضيعش كتير، بس حته الروح لو موجوده الناس هتبقى عارف انت قابله، ما عنديش مشكله، يعني هتبقى متقبله. انا النني بيضغط، وحامد بيضغط، صلاح بيضغط، تريزيجيه بيضغط من قدام، معاهم عبد الله بيضغط، الناس اللي الطرفين اللي موجودين سواء محمد سواء ادهم، في معدل جاي كتير. عارف انت احنا وانا قاعد هبقى ايه؟ معلش اهو بيحاولوا، اهو بيحاول منتخب لقى فيه. انما حتى دي مش موجوده. يعني في وقت من الاوقات لما تيجي تبص هنا زي ما قال الكابتن زكريا، مناطق الاستحواذ، لا مش مناطق الاستحواذ، استخلاص الكره، هم افضل مننا. خلي بالك في نقطه مهمه بس عشان الناس تبقى فاهمه، انت بتلعب على ايه وزيمبابوي بيلعب على ايه. ودي نقطه مهمه جدا. انت بتلعب فين وهو بيلعب فين. انت بتلعب انا منافس اول على البطوله. زيمبابوي هو بالنسبه له لو راح لدور الثمانيه، لو صعد لدور الستاشر، ده بالنسبه له انجاز. صحيح. ففي دوافع، اختلاف في الاهداف والدوافع، اختلاف في الدوافع. فبالتالي انا النهارده لازم روحي تكون اعلى منه خمس ست اضعافه في الملعب، لازم استخلاصه يكون اعلى منه. تحس من البدايه ان الماتش سهل، يعني جدا سهل. وانا قاعد معاك قلت لك الماتش، لما شفنا الماتش الماتش سهل، بس احنا صعبنا اللي صعبنا المباراه. وزي ما قلت لك يا طبيب، ان النهارده لازم الموضوع يتلخص في حته، لازم يكون في روح في الملعب، لازم يكون في ضغط في الملعب، لازم يكون في شكل. لان زي ما قلت لك الدوافع، انت بالنسبه لك الدوافع عن التلات فرق اللي موجودين معاك في المجموعه انت مختلف. انت راجل هدفك تحقيق البطوله. صحيح. مش هدفك انك انت تمثيل مشرف. زيمبابوي هدفه تمثيل مشرف، ان هو يكون موجود في دور ال 16، يكون لو وصل لدور الثمانيه ده بالنسبه له انجاز واعجاز. انما انت بالنسبه لك سواء اوغندا سواء الكونغو انت هدفك مختلف. فلا. صحيح. الحاجه الثانيه والميزه الاهم، حته عامل الملعب والجمهور، دي جزئيه مهمه لازم استغلها. لان اي فريق بيجي يلعبك هو بالنسبه له استاد القاهره ده لا، يعني ضغط عليه بشكل كبير جدا، فدي جزئيه لازم استغلها. يعني رساله للاعبتنا، وانا عارف ان كلهم اكيد عندهم هدف ونفسهم انهم يحققوا البطوله وكده، رساله خلوا معدلات الجاي عشان تكسبوا الجمهور معاكم، خلوا معدلات الضغط بتاعكم ومعدلات الروح بتاعتكم وكلامكم مع بعض، ان مجهود يتبذل في الملعب، مجهود يتبذل في الملعب. حته الاجهاد دي اجيري لازم ينسى الموضوع ده، لاني اخطا خطأ كبير بان هو يقول ان انا اجهاد. انت واخد لعيبه بقالك 20 يوم مفيش حاجه، يعني ايه اجهاد؟ انا مش فاهم، اجهاد من الموسم الطويل ولا اجهاد من التمرين اللي هو عامله ولا اجهاد من ايه؟ يعني انا ولا لعيبه بدنيا بدري قوي اقول كلمه اجهاد على اول ماتش؟ بدري قوي طبعا، يعني بدري جدا. وفي حاجه كمان، يعني هل اجهاد ان اللعيبه بدنيا مش جاهزين، جايين له مش جاهزين؟ لعيبه كل واحد فيهم لعب فوق ال 40 مباراه في الموسم. فنقطه الاجهاد دي انا مش معاه تماما فيها. صحيح. لا طبعا، يعني 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 وزي ما انت بتقول ده انت نقطه مهمه، اول لقاء وبقول اجهاد، امال لما انا ادخل ده اللقاءين الجايين، لقاء يوم الاربعاء ولقاء تاني يوم الاحد، يعني الفرق بينهم مشكله في وقت من النهارده الجمعه لغايه يوم الاربعاء. مظبوط. لا انا بتكلم، انت تتكلم على حته، حتى لو حسيت ان في لعيب يا صقر بدنيا مش واقف على رجليه تقدر وخلينا نقول عشان برضه نبقى منصفين، صلاح النهارده مش في فورمته القويه. لا. صحيح. مش 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 انطلاقات صلاح اللي احنا متعودين عليها، مش قوه صلاح. صلاح الكويتين اللي جول اللي هم بيمينه النهارده لو صلاح واقف على رجليه بشكل كويس وجاهز جاهزيه كويسه
هينهيهم تماما. صحيح. تماما بالشكل اللي احنا متعودين عليه. انت عندك حاله انت كنت طالبها في الدقيقه 87 جاهزه. وقت ما طيب حلو عايز حلو بس انا عايز اقف عند حته من ضمن ازاي ازرع دوافع عند اللعيبه. طبعا ان لازم اقول لهم ان هم يبقوا اول مجموعه عشان كده الماتش الجاي مهم قوي ياخد 3 نقط. ايوه انت تعالى تشرح ليه بقى اول مجموعه. لان انا اول مجموعه معنى كده ان انا قاعد في استاد القاهره اي حد هيجيلي، معنى كده اني هلاعب احسن توالت من الثلاث مجموعات. انما الخطوره لو انا خدت تاني مجموعه خطوره ان اللائحه هتخليك تلاعب تاني المجموعه الثالثه. بتتكلم في مين؟ سنغال وجزائر. واحد منهم ممكن تقابله، يبقى انت وبتخرج من استاد القاهره بتتنقل لمدينه ثانيه. ايوه يبقى انت لازم النهارده توجه اللعيبه ان الماتش يبقى جاي. ركزوا بقى في النقطه اللي بيقولها كابتن زكريا دي، النقطه دي مهمه يا كابتن زكريا. النقطه دي طبعا مهمه. طبعا احنا انا لازم افهم اللعيبه اني لازم اخد اول مجموعه، ما ينفعش ثاني. هو يا كابتن يعني لان بيترتب عليها حاجات كتير جدا. عدم خروجك من الملعب بتاعك بالظبط، يعني عدم خروجك من الملعب بتاعك طبعا. انت طول ما انت بتكسب لو وصلت للنهائي بس لازم توصل اول مجموعه. لما بتوصل انها بتفضل موجود في ملعبك، ما بتخرجش بقى استاد القاهره. دي جزئيه كمان مهمه، دي نقطه مهمه كمان. ده مش الجهاز بس يا كابتن اللي هو يدي الدوافع للعيبه، ده اللعيبه أيوة مع بعضيها كمان لازم هم مع بعض طول الوقت، اجتماعات وجلسات. وده دور محمد صلاح ودور المحمدي ودور اللعيبه الكبار اللي موجودين في الفرق، ان لازم قعداتهم مع بعض. احنا لازم نكون اول المجموعه، وده اللي بيعلي السبيريت اللي انت بتوصله. طبعا طبعا ان عندي دوافع اعلي بيها السبيريت، فلازم ازاي انا كجهاز فني ازاي ازرع الدوافع دي عند اللعيب. من ضمن الدوافع انك لازم تقول له انك مش هتخرج من استاد القاهره. مظبوط، لازم تكمل في استاد القاهره. يبقى اذا لازم تاخد اول مجموعه عشان تاخد احسن توالد. صحيح، هتبقى مشكله كبيره انك لا قدر الله وخدت تاني تقابل سنغال او جزائر في الدور 16. مظبوط، فانت بتصعبها على نفسك جدا، صعبها على نفسك. فدي نقطه لازم اللعيبه ياخدوا بالهم منها، والجهاز الفني كمان لازم يدوس في الحته دي. طيب خلينا ناخد شويه من الهاشتاج بتاعنا وبعدين نرجع تاني للحاله 87 يا كابتن زكريا اللي كنت طلبتها. مأمون بيقول الحمد لله ربنا استرها من عنده، مجهود فردي واللعيب مجتهد كسبنا، بس الدفاع عشوائي. اول فرقه قويه هنقابلها هتبقى النتيجه خساره. دكتور جو بيقول ليه ما طلعش في اول تغيير عبد الله السعيد اللي مش واقف على رجله ونزل عمرو ورده وساب مروان. حسين محمود بيقول كابتن ابراهيم منور وكلام الكابتن احمد حسن وكابتن زكريا ناصف مظبوط تماما، واداء منتخب مصر سيء ومحمود علاء رجل المباراه. وفعلا محمود علاء هو رجل المباراه بحسب ما تم الاعلان عقب نهايه اللقاء. في كمان وليد بيقول فين الضغط على الخصم والتمرير السريع من لمسه واحده. احمد كاشف بيقول بصراحه مباراه لا تليق بالمستوى المنتظر لمنتخبنا الوطني ولا بحجم الحدث ولا ترتقي لجمال حفل الافتتاح. طيب كابتن زكريا الحاله 87 قدام حضرتك على طيب هو الشاشه بتاعت ايمن اشرف. بص يا هيما والصقر اكيد بيبقى حاسس، عارف الاحساس ده انك 1-0 نتيجه خادعه، وبالتالي انت كل دقيقه بتمر بتقرب الزيمبابوي انه يتعادل. لان 1-0 ممكن يجيب جول في اي لحظه. مزبوط. وبالتالي هيفضل ضاغط عليك، عشان كده كانت اخطر يجيب جول في اي لحظه. مزبوط. وبالتالي هيفضل ضاغط عليك، عشان كده كانت اخطر توقيتات هي اخر 10 دقائق. وفي اخر 10 دقائق الهجمه كانت خطر جدا علينا، لانها اتلعبت لونج باس وبعدين اتلعبت بالعرض وهيد كان ممكن تبقى جول. ودي نقطه بتحتاج من اللعيبه بتاعتنا ان هم نسبة التركيز تبقى عالية جدا. وقفلنا هنا بقى كده يا ابو العيلة وهتجيبها لنا بالصور بقى، بالصور بتاعتها. يلا. علشان بس يبقى نشوفها بالصور، ده بيبقى عشان تبقى ايه دي بالتحركات ونشوفها بالصور عشان الكابتن زكريا وكابتن احمد. ليه بنقول ده؟ لان دي كانت هجمة مرتدة. واحنا هنا الهجمة دي بتأكد كل اللي قلناه الصقر وانا في المساحات اللي مفتوحة. في ان مفيش ترابط بين الخطوط، لازم تبقى قريب قوي، لازم تشتغل على 30 متر سواء انت بتدافع او بتهاجم. رغم ان يا كابتن احنا بقينا بنلعب بثلاثة ديفندر. ده انت منزل في الوقت ده كنت بدون احنا بنلعب بثلاثة ديفندر مع حضرتك كابتن زكريا. اذا هنا نقف عند ايه؟ عند مش بتغيير لعيب بلعيب، لا بتكليفات. وبالتالي هنا اجيري هيقف عند الهجمة دي، اتوقع ده، لان دي في الدقيقة 88 يعني كان ممكن تطلع متعادل. ما عندكش فرصة للتعويض لان انت ما كنتش ضاغط وبتهاجم وبتضيع، لا انت كنت بتلعب جيم خفيف، جيم سهل، جيم مفتوح، وانت مدي الفرصه لزيمبابوي ان هم يخشوا السكس يارد. انت بتتكلم في السكس يارد يا ابراهيم في الدقيقه 88. ارجع هاتها تاني لو تقدر من الاول،
وشوف سهولة وصول زيمبابوي في الدقيقة 88. اللعيبة راجعة ايزي يعني بص الكرة بتتلعب رغم ان هم اقل، خلي بالك يعني لعيبة زيمبابوي اقل من لعيبة مصر. بس هم كان عندهم كثافة هجومية برضه كده. لا يعني هم كان عندهم في العدد الزيادة. لا ما هو انت ده ثلاثة هيدخلوا ال 18 دلوقتي. ايوه دي نقطة بقى مهمة قوي. ثلاثة هيدخلوا ال 18 في الدقيقة 88. دي نقطة مهمة قوي دي. والراجل اللي هو اللي دي انت وريت لعيبتك كأجير يعني، وريت لعيبتك وريت المنافس ان انا عايز اطلع 1-0. مظبوط ودي كانت نفسيا مش صح، وفنيا واضحه انها ما كانتش صح من اجير. عشان كده هو اعتقد ان هو كان محتاج انه بعد الجول الاولاني وانت 1-0 الشوط الثاني ده انا توقعت انت كنت تقدر تلعب باحمد علي ومروان. مظبوط كنت تقدر تلعب براسين حرب. صح. مش غلط خالص. بس هو ليه دلوقتي المدربين بقوا بيبعدوا عن فكره الاثنين في توقيتات تقدر. انا ما هو في توقيتات تقدر لان انت ما عندكش يسار. اللي بيخش 18 كان النهارده صلاح ومروان وتريزيجيه. صحيح. بس مظبوط عبد الله دخل في كوره واحده اللي حطها عاليه دي يا صاح. طيب حتى لما جيت نزلت وليد وورده، ورده بيخش 18 خالص، بيلعب في النص الوسطاني ما بيخش خالص ولا لا بيشوط على الجول ولا بيخش على شاهين ولا بيعمل واحد واحد بسيط اكتر ما بيلعبش على الجول. يبقى انت اذا هنا طلعت مروان وتريزيجيه اللي هم اوريدي بيلعبوا في ال 18. بص يعني طبعا هو في وقت من الاوقات تقدر تستفيد باتنين طبعا يلعبوا جنب بعض اتنين فيوت مفيش مشكله. لان انا عايز اقول لك على حاجه، لما تيجي تبص برضو على الارقام احنا شغلنا العمق كام يا كابتن زكريا؟ احنا شغلنا من العمق بكام؟ لا ده قليل، نسبه قليله جدا في العمق. العمق حاجه 20%. حلو يعني احنا بنتكلم في هجماتنا في العمق 20%. ده توزيع طريقه هجوم منتخبنا الوطني. الاطراف عندك شوف الاربعين كام وكام. طيب الجبهه اليمين 44% والجبهه الشمال 36%. معاك اتفضل يا كابتن. يعني تمام يعني معنى ذلك ان انا بشتغل من الاطراف اكتر ما بشتغل بالعمق. يعني معنى ذلك ان انا عايز تواجد جوه ال 18. يعني لو لعبت باثنين فاود عشان انا هشتغل من الاطراف مش غلط عنديش مشكله، ما فيش ازمه. وجهه نظر يعني طالما انا الزيادات عندي اصلا من على الاطراف يبقى انا محتاج يبقى عندي راسات حرب. استراتيجيه اجيري هو راجل بيلعب من الاطراف، يبقى بالتالي انا محتاج كثافه جوه ال 18. بما ان النني ما بيكملش والوحيد يعني حتى تريزيجيه كمان دايما تواجده جوه ال 18 هو اللي بيصنعه، يعني هو ما بيتواجدش بيبقى بالكوره يعني هو ما بيقطعش بالظبط. صح يعني هو ما بيقطعش عشان يكمل كفيرو الثاني، لا هو دايما بيشتغل هو فردي يعني يعني هو لازم يروح بالكوره، ما بيشتغلش من غير كوره. فمعنى ذلك ان انت عندك مروان الوحيد وممكن على فترات، لاني انا شايف اني عبد الله من اقل الماتشات اللي مع المنتخب النهارده فيها كان تواجده ضعيف، فبالتالي انا عندي مروان محسن فقط لا غير هو اللي متواجد ومفيش حد تاني بيتواجد معاه. صلاح نفس الحكايه تواجده جوه ال 18 بالشكل الفردي مش بالشكل ان هو يقطع عشان يجيب جول. فانا ايه المشكله؟ ان انا ممكن النهارده الشوط الثاني اكثف من نجومي، لان لازم الجراءه دي مهمه، لان انا زي ما قلت انا دوافعي ايه؟ انا هدفي ايه؟ انا هدفي اروح لحد فين؟ فبالتالي كان ممكن ان انا عبد الله يحصل نوع من انواع تغيير عبد الله واستفيد بفيرو التاني موجود ومروان محسن يشتغل من تحتيه، وبعد كده ابدا اشتغل تاني. ان انا ممكن لو انا بقى حسيت اني لا مع 10 دقايق مش ماشيه كويس ان انا بلعب باثنين فيرود اروح مطلع واحد من الفيرود اللي موجودين واقدر اشتغل بواحد تاني في نص الملعب وامن برضه بشكل نص الملعب في وقت من الاوقات، لان في شغل يتعمل جوه الملعب حتى من غير تغييرات. يعني التكليفات داخل الملعب بشكل مختلف. انا ممكن العب بفرد واحد واخلي تريزيجيه، يعني تريزيجيه دور مهم هو محمد صلاح يشتغلوا في الخمسين المتر الاخيره بس، ويلعب ثلاثة بس يكونوا موجودين في نص الملعب بس. ثلاثة كمان في جزء مهم، جزء اني انا استحوذ. طالما انا بستحوذ طالما انا ماسك الكره في رجليا ودي الاستراتيجيه اللي لازم يشتغل عليها. انا مش هيجي عليا خطوه. انا ليه بيجي عليا خطوه؟ لان انا بفقد الكره بسرعه. انا كل اعتمادي دلوقتي بقى، وده واضح في الاحصائيات انه انت حتى كمان في الشق الهجومي 29% بس استحواذ. خلي بالك يا ابراهيم النهارده لما نيجي نرجع باللقاء كده، الناس اللي تابعت اللقاء والناس اللي شافت اللقاء لما تيجي تبص ايمن اشرف عايز يعمل الكره الطويله لصلاح، لما بتيجي لمحمود علاء او حجازي عايزين يعملوا الكره الطويله لصلاح. فاعتمادنا اني بس على سرعات صلاح ده في حد ذاته بيفقد ان انت الكره تضيع منك بسهوله. والحاجه الثانيه لان هم
مش هما مش مميزين قوي، احنا اللي اديناهم الفرصه، لان زي ما قال الكابتن زكريا في الارقام اللي جات لنا، الاستخلاص انت بتستخلص الكوره بسرعه، والحاجه الثانيه انت ما بتستخلصش الكوره من التلت الهجومي، فبالتالي هو بيجي عليك، فانت لما بتجيبه عليك كمان بيبقى مساله الخطوره عليك خطر، لان كمان احنا لو بنلعب فرقه اقوى من دي احنا كان ممكن نقع في مشاكل كتير. ما هو ده بقى اللي انا قلقان منه، بس الناس عماله بس عايز اقول لك على حاجه، ماتش بعد ماتش انا اعتقد ان اللعيبه الامور هتختلف بالنسبه صحيح لها. صحيح. والفوز طبعا المعنوي، الفوز طبعا مهم جدا النهاردة. اعتقد ان اللعيبه كمان هتراجع نفسها بشكل كبير، اعتقد ان الدوافع هتبقى اقوى في الفتره الجايه، اعتقد ان الروح هتبقى افضل في الفتره الجايه، لان غير كده اعتقد ان هيبقى فيه معاناه بشكل كبير. طيب اللي جاي يا كابتن زكريا هو ده المهم، يعني احنا دلوقتي بقى خلاص المباراه فنيا يمكن طبعا بحييكم طبعا على مدى حياديتكم في التعامل مع اللقاء وانصافكم فيما هو ايجابي وما هو سلبي، وده هو ده المهم. طب احنا اللي المفروض بقى من النهارده او من بكره ان شاء الله باذن الله اجيري هيشتغل عليه عشان اللقاء المقبل، دماغه هتبقى عامله ازاي وهيعدل لنا الشكل اللي احنا فيه شويه كده غياب للملامح مش واضح؟ طيب بصوا، اهم عنصر النهارده وكان في جزء ايجابي على فكره، انت في اول 12 دقيقه اربع فرص، يبقى المشكله فين؟ في الفينش. يبقى مهم قوي اجير يقعد مع اللعيبه في انهاء الهجمه، سواء بتني بهد لمروان، كورتين لعبد الله، واحده لتريزيجي، دول اربع فرص في اول 12 دقيقه. يبقى انت كان لازم تنهي الجيم في ال 12 دقيقه دول على الاقل بجول. صحيح. من الاربعه. صحيح. والاربع فرص دول الثلاث لعيبه دول يقدروا يجيبوا جوال، لان هم بيجيبوا جوال. يبقى معنى كده اني لازم اتكلم مع اللعيبه في استغلال الفرص بشكل ايجابي. انت لما بتيجي تقول ايه الكرات العرضيه هم 17 وانت 16، طب النتيجه ايه؟ الفاعليه بتاع الكرات العرضيه ايه؟ يبقى انت هنا محتاج تتكلم في فاعليه الاداء الهجومي ثم انهاء الهجمات بشكل ايجابي. الفرص يبقى لازم استغل الفرص من اول دقيقه. طالما انا لعبت كويس، يعني اول 12 دقيقه دول انت بادي الجيم كويس قوي، صح، انك داخل ودخلت 18 وكرات بالعرض وتسديد على المرمى، بس التكنيك فيه مشكله، الهيد بتاع مروان محتاج ان هو يتلعب بطريقه معينه، عبد الله السعيد لما جه حطها عاليه، يبقى التكنيك بتاع التسديده محتاج ان هو يتظبط. فانت بتتكلم هنا في الفينش بتاع انهاء الهجمه، بتتكلم في الاستفاده من الفعاليه الهجوميه، لان لما بتتكلم في استراتيجيه للكرات العرضيه من الاطراف، يبقى مين بيخش 18، مين بينهي الهجمه، مين بيخلص الجيم بدري، فانت محتاج ان انت تخلص الجيم. طيب بدري. عايز اسالك على حاجه، هل في طريقه تانية او هل احنا في مأمن واحنا بنلعب دايما واحنا عندنا الطرفين بيزيدوا بالشكل ده، واحنا انت ممكن تلعب فرقه من الفرق الثقيله اللي تتعبك في الهجمه المرتده؟ ده حصل النهارده، وبالتالي انت كانت المشكله ان انت كحجازي ليدر اخد اللعيبه بتاعتي المدافعين اخدهم على نص الملعب، ويبقى في كلام شويه، ويبقى في صوت عالي شويه، انت ما بتحسش ان في كلام بين اللعيبه، في توجيه من اللعيبه، لان كل خط المفروض فيه ليدر، في حجازي وفي طارق حامد او النني وقدام في صلاح. يبقى مهم قوي ان يبقى في كوميونيكيشن بين اللعيبه، لازم يبقى في كلام بين اللعيبه، لازم اللعيبه تقوم بعض. لما بتحس ان في لعيب بيقع منك انت لازم تقومه جوه الملعب. صحيح. يبقى انت هنا بتتكلم في ترابط الخطوط، وده جزء مهم قوي في الاداء الدفاعي، بتتكلم في البيلد اب، لما بتيجي تبني هجمه خد وقتك شويه، ما تبقاش مستعجل انك تروح على ال 18 بسرعه، خد وقت لغايه ما تستفيد بخلق فرصه ثم انهاء الهجمه. اللي بقوله ده انت احنا مجموعتنا ما ينفعش نقول مجموعه صعبه، لا لا مش كده؟ لا لا لا، عشان بس نتكلم بواقعيه، لا لا لا، تحترم 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 اوغندا وتحترم الكونغو، والنهارده احترام لزيمبابوي. كل ما بتحترم المنافس كل ما انت تقدر تتفوق عليه. صحيح. بس مهم قوي اجيري يذاكر الفريق المنافس كويس قوي عشان اقدر اخد منه النقط اللي الصقر قال عليها، اذا كان عنده نقاط قوه او نقاط ضعف. صحيح. طيب انا بس قبل ما اطلع للفاصل، يمكن ايه في خضم الاحداث بتاعه اللقاء وخضم ما يتعلق بالتحليل الفني، في جزئيتين مهمتين الحقيقه لازم اعدي عليهم. الجزئيه الاولانيه انه عندنا مدافع في منتخبنا الوطني راجل اسمه احمد حجازي،
وعندنا طبيب في منتخب مصر، طبيب لمنتخب مصر، راجل عنده ضمير وخايف على لعيبة منتخبنا الوطني. يمكن اللقطة عدت على ناس كتير جدا ما خدوش بالهم، او يعني زي ما بقول لحضراتكم في الزحمة ما اتخدش بالهم منها. حجاز اتصاب وتعور في الانف زي ما حضراتكم شايفينه، كان في نزيف من انفه خلال المباراة في الكرة المشتركة اللي حصلت في قلب دفاع منتخبنا الوطني. الدكتور محمد ابو العلا كان عنده قرار واحد وواضح وصريح وابلغه للجهاز الفني والكاميرات جابته، انه لابد من تبديل احمد حجازي، وكان بيقنع احمد حجازي انه لازم يخرج. حجازي اصر على استكمال اللقاء واصر على انه يبقى موجود في الملعب، ولذلك هي طبعا مخاطره ومجازفه، واحنا ما بنطلبش من اللعيبه بتاعتنا ان هي تعمل كده على فكره، ما بنطلبش خالص، لان احنا اهم حاجه عندنا سلامتهم، دي اهم من اي شيء، اهم من اي شيء. ولكن اما وانه حصل فيستحق الاشاده ويستحق التحيه كلاهما، من قام بدوره اللي هو دكتور محمد ابو العلا في انه يصر على انه حجازي ما يلعبش وانه يخرج، ومن اصر على انه يكمل المباراه، وبالتالي كان الرجوع للجهاز الفني وللاجري اللي وافق على عوده احمد حجازي مره تانية للقاء. فدي لفته من اللفتات المهمه جدا اللي ان شاء الله باذن الله ليها اثر ايجابي هنشوفه في الفتره اللي جايه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه خلينا اعرض لكم صوره محمود علاء وهو رجل هذا اللقاء وتسليمه الجائزة من اللجنة المنظمة والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. محمود علاء هو رجل المباراة، رجل مباراة مصر وزيمبابوي، واحد من اللعيبة المميزين، وإن شاء الله بإذن الله كمان لسه الخير قادم في أبناء منتخبنا الوطني. فاصل إعلاني وبعد الفاصل لسه متواصلين مع حضرتك. طيب لسه عندنا كلام فني كتير جدا، بقى المره دي نبتدي من عند كابتن احمد حسن، وكان عنده رؤيه فنيه برضو فيما يتعلق بالاداء الفني لمنتخبنا الوطني. بص هو هي مش مساله رؤيه فنيه ولا حاجه، هو طبعا احنا بس هو الموضوع احنا بنشوف الحاجات اللي هي اللي يجب على المنتخب ان هو يتداركها، وعايزين بس نقول حاجه. الهدف من الموضوع والله طبعا يا كابتن زكريا ان احنا ممكن نكون بنوصل رساله او بنوعي، عشان طبعا اكيد هدفنا في الاول وفي الاخر هي فرحه الناس وفرحه الشعب المصري كله. كل شيء زي ما قلنا اتعمل بشكل جيد، كل شيء اتعمل بشكل كويس، فبالتالي نفسنا نكمل طبعا الشكل ده. اللي يكمل الشكل ده في الملعب هم اللعيبه طبعا، وزي ما انت قلت الدوافع ان لازم اخلق لنفسي دوافع، لازم اللعيبه تخلق لنفسها دوافع. فبالتالي لو احنا بنقول اخطانا، يعني دايما لو المنتخب ادى بشكل كويس كلنا هنبقى مبسوطين وكلنا هنبقى فرحانين، ولكن لما يبقى فيه اخطاء لازم نقولها. لو تفتكر ايام كوبر لما كان موجود كنا عمالين نقول عندنا مشاكل هجوميه، يا جماعه عندنا مشاكل هجوميه، يا جماعه عندنا مشاكل هجوميه، وكانت الناس تقول الله مش بيكسب. ما هو الموضوع مش موضوع مكسب وبس، الموضوع ان الكوره فيها شق هجومي وفيها شق دفاعي وفيها سبيريت موجود، ده بيعوض حاجات كتير من الجزء الفني لو احنا بنفتقد الجزء الفني. فبالتالي لازم نكون حته السبيريت دي لازم تكون موجوده في اللعيبه، موجوده في الملعب. انا النهارده لو شفت اللعيبه عندها السبيريت عالي وروح عاليه جدا 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 جوه الملعب هخفي ليهم اي حاجه. بيحاول يعني دايما، انت حتى لما ما تبقاش موفق يقول لك بس بيحاول. يعني دايما حتى لما نيجي نتكلم عليه بقول ايه، ابذل مجهود ونتيجه تسيب على ربنا سبحانه وتعالى. فبالتالي ده اللي احنا محتاجينه من لعبتنا. في جزئيه هنا يمكن انا يلا نعرضها لك على الشاشه بالظبط. لو جابوها لنا بص يا كابتن زكريا، لما تيجي تبص على اللعيبه بتوعنا اللي هم بيبقوا قدام، يعني احنا لما نيجي نبص هنا مثلا على صلاح مع مروان وعبد الله السعيد والناحيه الثانيه تريزيجيه، لما تيجي تبص انا في لعيبه عندي هنا جه زياده بالنسبه ل بالظبط كده، لما تيجي تبص على الاصفر ده زيمبابوي بالظبط، الاصفر كده على زيمبابوي. الحته دي بقى اللي انا بتكلم عليها على هنا الاثنين اللي موجودين يا كابتن زكريا في نص الملعب اللي هو طارق حامد و طارق حامد والنني، الاثنين دول اللي هم موجودين في نص الملعب. المساحه هنا لما تيجي تبص يا كابتن المساحه دي حوالي فيها حوالي 25 متر، بالتالي كان بيستلم هنا لاعبي زيمبابوي فكان بيقدر يلف بمنتهى السهوله اللي في الدنيا، فعشان كده بيبقى في الجاب اللي موجود ده، ده بيخليك انك انت جزء انك انت بتفقد
لاستعادة القوة بسرعة. فلازم يحصل نوع من انواع ايه؟ ان انا لما اجي النهارده كده انا اشتغل النني وطارق حامد واحد منهم لازم على طول يكون موجود قدام واحد يلم، والحاجة التانية الثلاثة اللي موجودين او الاربعة اللي موجودين في نص الملعب او الديفنس اللي موجودين سواء حجازي سواء محمود علاء ايمن اشرف المحمدي لازم يكونوا موجودين هم كمان يزقوا اللعيبه لقدام. فالجزء اللي اتكلم عليه خلاص يعني خلاص احنا نطلع من ده. الجزء اللي اتكلم عليه كابتن زكريا الليدر في الملعب. الليدر بمعنى ايه؟ ان كل خط لازم يكون ليدر في الملعب. يعني حجازي لازم يكلم النني وطارق حامد من قدامه. النني بقى بدوره خلاص، النني بقى اللعيب الكبير اللي هو بيلعب في الارسنال، اللي هو خد خبرات كبيره، اللي هو اتحط في 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 كان بيلعب نهائي الويفا تشامبيونز ليج، فبالتالي بقى عنده من الخبرات ان هو يقدر ان هو يتكلم مع اللعيبه في حته ان هو يزق اللعيبه في حته الضغط، لان في جزء في كره القدم مهم هو الكوميونيكيشن مع بعض جوه الملعب مع اللعيبه، تواصل كويس، ان انا لازم اللعيبه اللي قدامي يلا 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 دي بصحي اللعيبه اللي قدامي. حتى كابتن انت لو تفتكر في وقت من الوقت انت ممكن ما تبقاش فايق، بس حته الصوت دي في حد ذاتها وحته طبعا لو انا حتى مش قادر، انا في وقت في الملعب مثلا ما ببقاش قادر بس افوق اللعيبه بالكلام، لازم نتكلم مع بعض، لازم اللعيبه اوجه انني من ورا طارق حامد لازم يوجهوا الثلاثه للثلاثه اللي الاربعه اللي موجودين قدام، بحيث ان 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 حته ان احنا لازم نستخلص الكوره بشكل سريع. الجزئيه الاخيره مش عايزين حد يزعل مننا، لان في الاول وفي الاخر احنا لو شايفين زعل انت ما قلتش حاجه تزعل يعني. بالعكس بالعكس يعني اصل في ناس دايما بتقول لك ايه عايزين معنويات كويسه، بالعكس احنا بنقول مكسب مهم ومكسب يدي دوافع للعيبه، ولكن عايزين لان بالشكل ده في خطوره، فمش عايزين نيجي بعد كده نقول ايه يا ريت ما كناش وجهنا وما كناش خاصه ان الامور في المتناول يعني نقدر نعدل يعني بالظبط الامور في المتناول، عندنا بعض الامور البسيطه اللي لازم يحصل نوع من انواع تدارك الاخطاء دي سريعا، لازم الناس تبدا تشتغل. صلاح كل جماهير مصر كلها بتعول عليه بشكل كبير، هو كمان لازم يقود الفرقه لان الناس حطاه هو امل كبير بالنسبه للمنتخب ان هو بيقدر ينقل المنتخب في وقت من الاوقات اللي موجوده. اللعيبه كلها لازم جلسات مع بعض، لازم حته ان هو الدوافع طول الوقت، انا راجل عندي هدف البطوله، عندي هدف احقق البطوله. فكل دي امور لازم في الوقت اللي جاي طبعا ان اللعيبه زي ما انت قلت ان في المتناول. احنا اول لقاء ممكن ما نكونش ظهرنا بشكل كويس، نعوض ده، لان كل لقاء بتلعبه بين بيقلق الفريق اللي انت هتلعبه صح في المباراه اللي بعديها. يوصل رساله صحيح. لان انا لما اشوف النهارده مثلا المباراه الجايه الناس شافت زيمبابوي بتلعب قدام المنتخب بالشكل ده، لا هيبدا يطمع يقول لك الله طب ما انا لا انا شايف الدنيا سهله، انا شايف ليه ما احاولش ان انا اكسب. انما لما بتكسب ومكسب كويس كمان خلي الفريق اللي نازل هو بيعمل لك مش حساب 100% بيعمل لك حساب 200%، فدي جزئيه مهمه. التكمله لكلام السقر يا ابراهيم، ودي نقطه ورساله لازم الناس تاخد بالها منها، ان في تغيير نوعي للمنتخبات الافريقيه طبعا، مش بس في اللعيبه اللي بتحترف في اوروبا، ده كمان في المدربين اللي بيجوا المنتخبات الافريقيه. النهارده السبع مدربين فرنساويين في البطوله، بقى في مشاهير بيجوا يدربوا منتخبات، ألان جيريس ده واحد من مشاهير كره القدم، سيدورف من مشاهير كره القدم، بقوا بيجوا افريقيا، وبالتالي انت بتيجي بخبرات بفلسفه مختلفه، دي بتتنقل للمنتخبات. النهارده في منتخبات جايه تاخد البطوله، جايه تنافس على البطوله، مش جاي يشارك. يعني ساديو ماني نفسه قال كده، قال انا جاي اخد البطوله، ومش بس هو، انت هتلاقي كوت ديفوار عايزه، هتلاقي المغرب جايه تاخد البطوله، الجزائر عندها طموح، تونس عندها طموح، نيجيريا، غانا، طيب كاميرون. يبقى انت كاميرون، يبقى انت هنا بتدي رساله للفرق اللي جايه تاخد البطوله، لا ده انتوا جايين لي مصر، انا دي بتاعتي، دي مش هتخرج من مصر البطوله دي. وبالتالي انت هنا لازم لما بنتكلم على اول مباراه ممكن يبقى فيه بعض الاعذار، وانت مش بعيد قوي على فكره، لا خالص. انت قدراتك الفنيه سواء كافراد او كتيم لا قدراتي تسمح ان انا اخد البطوله في مصر، وعندي بقى امتيازات اكتر، بلعب على استاد القاهره، بلعب وسط جمهوري، الاعلام كله معايا، لكن ده يترجم في الملعب اداء، يترجم في الملعب التزام بتعليماتي، يترجم في الملعب اني اذاكر منافس كويس، يترجم في الملعب ان انا العب بسبيريت عالي قوي تبين
للناس كلها ان انا عايز اخد البطوله. كل ده احنا بنقف عند ايه؟ بنقف عند حته خاصه بازاي تدافع. أيوة. حته خاصه بازاي تنهي الهجمه لما تجيلك فرص قليله لازم تجيب جول. دي حاجات بسيطه خالص. وبعدين ما هو النقد والتحليل مش ايجابيات بس. صحيح. لا، ايجابيات وسلبيات. وبالتالي اللعيبه مؤكد انها هتتكلم مع بعض، مؤكد الجهاز الفني هيتكلم معاهم النهارده فيما يخص عملنا ايه النهارده وعايزين نعمل ايه الماتش الجاي، لان توقع الماتش الجاي هيكون اصعب من ده. طبعا. مش اسهل. طبعا. لان برضو انت هتلاعب فرقه عايزه تعبر عن نفسها، وده حق مشروع لكل الفرق ان هم يعبروا عن نفسهم او يبقى عندهم طموح الوصول لابعد مراكز متقدمه يعني. كابتن طبعا انا بشكركم شكرا جزيلا كابتن زكريا كابتن احمد. بشكرك. قيمه كبيره الحقيقه تواجدكم معانا في النهار، قيمه كبيره جدا جدا تحليلكم الفني. لما الناس بتسمع اكيد هتصدق لما عميد لاعبي العالم وواحد من افضل لاعبي القاره الافريقيه قاطبه يعني في 2006 و2008 و2010 ومن قبلهم في 98، فده شرف كبير لنا كابتن احمد. بشكرك طبعا شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك طبعا، ويمكن زي ما قلت لك انت رجعتني تاني مع كابتن زكريا. مبسوط جدا والله النهارده رجعنا تاني للتحليل، كنت كان وحشني. اخر نقطه بس قبل ما اختم بالنسبه لاجيري، مهم جدا جدا ان يلعب اللعيبه اللي هي فعلا عندها قلب وعايزه تبقى موجوده في الملعب. صح. ده مهم جدا. مهم جدا ان هو في 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 الاختيارات ان هو لازم جزء مهم. يعني انا اول ما جه قلت كويس، احنا بقى عندنا حد بينقل اللعيبه للشكل الهجومي بعيدا بقى عن التنظيم الدفاعي اللي كان طبعا عامله كوبر. فبالتالي لازم نستفيد دي ونستغل دي بشكل كويس، واكيد مش على حساب الدفاع، بس لازم يكون لنا شكل هجومي ولازم يكون عنده جراءه. لازم في وقت من الوقت يكون عنده جراءه. يعني النهارده مثلا النني بقى رقم 10. طب هل النني يقدر يلعب رقم 10 النهارده لما طلع لما بقى موجود طارق حامد ودونجا؟ فمساله بقت مساله لازم يكون عنده الجراءه الهجوميه اللي تخليه يبعت مسج لكل الناس ان انا فريق بنافس على البطوله. صحيح. كابتن زكريا نصف، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، قيمه كبيره، واحد من اهم واكبر محللين في مصر ونجم من نجوم كره القدم المصريه. بشكرك يا ايمن، انا مبسوط معاك ومع الصقر وحتى المحللين اللي هيجوا هتابعهم معانا النهارده. الفوز مهم قوي. صحيح. قوي علشان نكمل المشوار. المشوار صعب وطويل، بس لازم التحدي يكون اكبر. ومبسوطين بالتنظيم وبالافتتاح وحاجه جميله. يتبقى ان اللعيبه الكوره في عقولهم وفي رجليهم. صحيح. مهمه قوي، عندهم مسؤوليه اسعاد الشعب المصري كله، لان الكوره اثبتت في العالم كله انها وسيله ممتعه جدا للحاله المزاجيه للشعب. صحيح. كابتن بشكركم شكرا جزيلا، وبشكر حضراتكم ايضا شكرا جزيلا. الف مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الفوز. هنستغل كل جزيلا. الف مبروك لمنتخبنا الوطني هذا الفوز. هنستغل كل حاجه ان شاء الله باذن الله قلناها سواء الايجابيات او السلبيات. الف مبروك لمصر.